بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الحلقة النقاشية الخامسة لشرح مواد قانون تنظيم علاقات العمل. موضوعها المواد من 113 إلى 131 مكرر من قانون العمل. للتذكرة، قانون العمل يتكون من 12 بابا. الباب الأول تعريفات وأحكام عامة، الباب الثاني استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء، الباب الثالث يتعلق بعقود العمل وبالأجور، الباب الرابع وده كان لنا الشرف ان تناولناه مع بعض ساعات العمل والإجازات، الباب الخامس أيضا سلامة العمال ووقايتهم والرعاية الصحية والاجتماعية، والباب السادس قواعد التأديب، وهذا كان موضوعنا في الحلقة النقاشية الماضية الحلقة الرابعة. الباب السابع هو اللي نبدأ فيه اليوم، وهو يتناول انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، وهو بالضبط 30 مادة. وإذا أضفنا أن في مادتين مكرر يبقى 32 مادة. الباب الثامن التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة. الباب التاسع منازعات العمل الجماعية. الباب العاشر تفتيش العمل. الباب الحادي عشر العقوبات. والباب الأخير أحكام ختامية. إذن اليوم موضوعنا من موضوعات قانون العمل هو الباب السابع المعنون انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، وتحديدا الفصل الأول منه وهو انتهاء عقد العمل. الباب السابع مخصص لانتهاء عقد العمل. كما تذكرون حضراتكم فيما تناولناه معا وما تناوله الزميل الذي سبقاني مع حضراتكم، انه قانون العمل قانون آمر تعلق احكامه بالنظام العام، وتدخل المشرع في قانون العمل بتنظيم علاقات العمل كلها بقواعد آمرة، لم يتركها لاتفاقات الأطراف كما قلنا سلفا. من الموضوعات التي تناولها قانون العمل بالتنظيم التفصيلي موضوع إنهاء عقد العمل وأسباب انتهائه، فقد فرض فيها رقابة إدارية ورقابة قضائية تفرض على مسألة إنهاء عقد العمل، أي أنها ليست متروكة لإرادة الأطراف، لا يستطيع العامل بمحض إرادته واختياره وفي أي لحظة يشاء أن ينهي عقد العمل، ولا يستطيع صاحب العمل بمحض إرادته واختياره وفي أي لحظة يشاء أن ينهي عقد العمل، بل هناك ضوابط وشروط وضعها القانون ليكفل التوازن بين عدة مصالح في العلاقة العمالية. المصلحة الأولى طبعا مصلحة العامل، أنه غالبا مصلحته أن يرغب في الاستقرار في العمل باعتبار أنه مورد رزقه. المصلحة الثانية هي مصلحة صاحب العمل، وهي أنه يرغب في استقرار منشأته وأنه يحتفظ بعماله، وفي الوقت نفسه يرغب أن يكون بمكنته أن يستغني عن العمال غير المنتجين أو الذين يتسببون في مشكلات أو أخطاء. المصلحة الأخيرة وهي المصلحة الجماعية، مصلحة الدولة ككل والمجتمع ككل في أنه العلاقات العمالية تكون مستقرة والمنشآت تكون سيرها منتظم. في الحقيقة الفصل الأول الذي نتناوله هو معنون انتهاء عقد العمل، لكنه لا يشمل فقط انتهاء عقد العمل، وإنما زي ما أمام حضراتكم في برنامج الحلقة النقاشية هو يتناول موضوعين: أسباب انتهاء عقد العمل وآثار انتهاء عقد العمل. وفي الحقيقة لو تتبعنا السرد المواد سنجد أنها غير منتظمة إلى حد ما، فقد حاولنا في عرضنا لمواد الفصل الأول من الباب السابع من قانون العمل أن نضع لها تأصيلا أو خريطة ذهنية تسهل لحضراتكم تتبع المسألة، بحيث أنه من خلال هذه الورقة برنامج الحلقة النقاشية تستطيع في أي لحظة حصل لك شرود تعرف إحنا فين من سياق الكلام، بدلا من أنه يبقى سرد متتالي مادة وراء مادة دون أن تستطيع أنك تضعها في سياقها الصحيح. السياق الذي نتكلم فيه الآن أسباب انتهاء عقد العمل، وصنفناها إلى سببين. هناك أسباب تسري على كل أنواع عقود العمل، وأسباب تخص بعض عقود العمل بحسب نوعها. وأهم تفرقة في أنواع عقود العمل ليكون واضحا التفرقة بين عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة، هي دي التفرقة اللي بتثير المشكلات في الواقع العملي في التعاملات بين العمال وأصحاب الأعمال، وتثير المشكلات القضائية والنزاعات في تكييف عقد العمل. وللأسف نجد أنه هناك الكثير من الأخطاء تحدث في تكييف عقد العمل،
واختلاف تكييف عقد العمل أو اختلاف وصفه يترتب عليه اختلاف في أثار كثيرة جدا وفي أسباب الإنهاء والقواعد المطبقة عليه. لذلك رغم أنها ليست من المواد محل الشرح، إنما سنذكر لحضراتكم كيفية التفرقة بدقة بين عقد العمل محدد المدة والعقد غير محدد المدة. بعد أن نعرض أسباب انتهاء عقد العمل، نعرض الأثار المترتبة عليه، وهي 5 آثار نتناول منها 4، وهي في المواد محل الحلقة النقاشية. الأثر 5 وهو مكافأة نهاية الخدمة، مخصص له حلقة نقاشية كاملة، وهو الفصل 2 من الباب 7 من قانون العمل. نبدأ فورا بأسباب انتهاء عقد العمل، ونجد أنها كما اتفقنا نصنفها إلى نوعين. النوع الأول الأسباب العامة. ماذا نقصد بالأسباب العامة؟ أي التي تنطبق على كل أنواع عقود العمل. الأسباب الخاصة هي الأسباب المتعلقة بنوع معين من عقود العمل. يعني نجد أن هناك أسباب تتعلق بعقد العمل محدد المدة، وأسباب أخرى مختلفة تتعلق بعقد العمل غير محدد المدة. فمن الآن نوضح هذه التفرقة في تناولنا الأسباب انتهاء عقد العمل. نبدأ بالأسباب العامة، تشمل تعبير قانوني، يعني لا أعرف إذا كان مرة على حضراتكم ولا لا، التقايل من عقد العمل، وسنشرح. وهذا في المادة، أول مادة بنبدأ بها، والمادة 113 فقرة 1 من مواد قانون العمل. السبب الثاني هو الفسخ، ونستطيع أن نسميه الفسخ القانوني، حق صاحب العمل في أن يفسخ عقد العمل دون أن تكون عليه أي مسؤولية، اللي هي المادة 120 الشهيرة، أشهر مواد قانون العمل المادة 120 التي يفصل بموجبها العامل، وتليها المادة 121 وهي التي تعطي العامل حق فسخ عقد العمل فسخا قانونيا صحيحا لا يترتب عليه أي مسؤولية، لأن هناك فسخ آخر أو فصل تعسفي هذا تترتب عليه مسؤولية. أما الحالات التي نتناولها الآن حالات فسخ قانوني، وتسري على كلا نوعي العقود. أخيرا ما يسمى استحالة التنفيذ. هذه هي الأسباب العامة، تليها الأسباب الخاصة، وتشمل أسباب تخص عقود العمل محددة المدة وأسباب تخص عقود العمل غير محددة المدة. إذن الأسباب العامة تشمل التقايل والفسخ واستحالة التنفيذ. نبدأ بالتقايل ولن نطيل فيه كثيرا لأنه صورة نادرة. لما نرى النص مع بعض، لو فتحنا في النصوص نجد المادة 113 فقرة 1، ينتهي عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية. إذن النص القانوني واضح وبسيط، وهو منطقي أنه إذا اتفق العامل وصاحب العمل على أن ينهوا علاقة العمل تتم هذه الموافقة وينتهي بها عقد العمل، بشرط واحد، أن تكون موافقة العامل كتابية. هذا الشرط هدفه ضمان سلامة إرادة العامل أن يعبر عنها بشكل مكتوب. والتقايل في العقود عموما نصت عليه المادة 168 من قانون المعاملات المدنية، ومن هنا جاء تعبير التقايل منصوص عليه في قانون المعاملات المدنية، للمتعاقدين أن يتقايل العقد برضاهما، يعني الطرفان يتفقوا على إنهاء العقد. أنا اشتريت هذا الكوب من الماء من حضرتك، بنيجي بدرهم برد لحضرتك واسترد الدرهم، هذا هو التقايل من العقد، واضحة خالص. لكن في عقد العمل، العامل لو اشتغل سنة أو سنتين، عند التقايل لا يتصور أن صاحب العمل سيرد له عمله عن السنتين اللي أداه. هنا مفهوم المسألة دي بالضبط زي المستأجر اللي استأجر عقار، عند الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار ليس متصورا أنه يرد انتفاعه بالعين المؤجرة عن الفترة الماضية، لأنها فترة وانقضت. هذا يسمى عقد زمني. العقد الزمني لا تستطيع أنك تسترد ما فات فيه من زمن، كذلك في عقد العمل. إذن التقايل أو الإقالة بإيجاز شديد هو إنهاء العقد بتراضي الطرفين. التقايل ينهي عقد العمل دون مسؤولية على أي طرف من الأطراف، مجرد اتفاق الطرفين على الإنهاء ينهي عقد العمل دون أي مسؤولية، الشرط فقط هو موافقة العامل كتابة. السبب الثاني وهو الفسخ، وفيه نفرق بين الفسخ من جانب العامل والفسخ من جانب صاحب العمل. وقلنا أنه هذا المقصود هو الفسخ القانوني، أي الفسخ الذي يقع وفقا لنص في القانون ولا يترتب عليه أي مسؤولية على الطرف الذي يفسخ العقد. يعني صاحب العمل إذا استعمل حقه في فسخ العقد طبقا لهذه الحالة يكون القرار صحيح ولا يرتب أي مسؤولية. المادة 120 الشهيرة هي 10 فقرات، 10 حالات يجوز فيها لصاحب العمل
أن يفصل العامل أو أن يفسخ عقد العمل دون أي مسؤولية. ويلاحظ أن هذا النص منطبق على العقود المحددة والعقود غير المحددة، يعني في كل عقود العمل إذا تحققت إحدى الحالات يكون الفسخ صحيح. نمر سريعا على كل حالة من الحالات بترتيب النص. الفقرة الأولى أن ينتحل العامل شخصية زائفة أو يقدم شهادات مزورة. المقصود هنا أن يحدث من العامل نوع من التغرير بصاحب العمل، أن يخدع صاحب العمل بأنه يدعي لنفسه شخصية أو جنسية، يقول أنا بريطاني الجنسية وهو من الصومال. مثل هذه الحالة إذا كان ثبت على صاحب العمل ادعاء جنسية زائفة، مع كامل احترامنا للصومال إذا كان حد صومالي موجود، يعني إذا انتحل جنسية زائفة فهذا يترتب عليه حق صاحب العمل في فصله. هنا بقى فصل فوري وبدون إنذار ولا يترتب عليه أي تعويض، ويترتب عليه آثار خطيرة سنوضحها لحضراتكم. يعني توافر إحدى هذه الحالات يترتب عليه آثار في منتهى الخطورة على العامل. إذا قدم شهادات مزورة أو مستندات مزورة، أي مستند، وإذا قدمها في أي وقت، يعني البعض يفسرها أنه العامل يقدم هذه الشهادات في بداية العلاقة، هذا ليس صحيح. أي مستند مزور أو شهادة مزورة تقدم طوال فترة علاقة العمل يجوز لصاحب العمل أن يفصله، كما لو اصطنع شهادة ميلاد لطفل ابنه وهو ليس لديه ابن ليحصل على علاوة أو ليحصل على رعاية صحية أو غيره. إذا ثبت تزوير المستند في أي وقت يحق لصاحب العمل فصله. فضل. إذا كانت خاصة أو تخص الغير مزورة، ثبوت التزوير خاصة فيه أو غيره، المهم النص اشترط ايه؟ ان يقدم القدمة، يعني مثلا المبلغ بدل ما يحط مثلا مبلغ 10,000 حط مثلا 100,000 في مستندات الشركة. طيب هل يعتبر تزوير في مستندات معه ولا قدمها للشركة؟ اذا قدمها للشركة تبقى قدم مستندات مزورة تنطبق عليها الحالة ويجوز فصل. الحالة الثانية سهلة خالص، وهي اذا كان العامل معينا تحت التجربة ورأى صاحب العمل ان يفصله في فترة التجربة قبل نهايته. الحالة الثالثة وفيها تسور مشاكل كثيرة، وهي إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل. يبقى هنا النص يشترط أن يرتكب العامل خطأ وأن يترتب على هذا الخطأ خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، لكن لا يكفي مجرد ارتكاب العامل للخطأ ووقوع خسارة لصاحب العمل، بل يلزم ليقوم حق صاحب العمل في الفصل أن يبلغ دائرة العمل خلال 48 ساعة من وقت علمه بالحادث، الحادث الذي نشأ أو بالخطأ الذي نشأت عنه الخسارة المادية الجسيمة. بمعنى إذا فوت صاحب العمل 48 ساعة لا يستطيع أن يفصل العامل وفقا للمادة 120، وفقا لأحكام المادة 120. سنقول لاحقا أنه يستطيع أن يفصله لأسباب أخرى، ولكن في حدود المادة 120 بما تترتب عليها من آثار تتعلق بحرمانه من المكافأة ومن الإنذار، وسترون حرمان من أشياء عديدة جدا، لا يستطيع إذا فوت ال 48 ساعة. فضل. إذا كان تم اكتشاف الخطأ بعد مثلا 4 شهور 5 شهور، لأنه ما كان من وقت علمه، تحسب من وقت علم صاحب العمل ليس من تاريخ الحادث، من وقت علمه. الحالة الرابعة إذا خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل، وهذه تربطنا بما ذكرناه في الحلقة النقاشية الرابعة بشأن تعليمات السلامة والوقاية وتأمين بيئة العمل. ولو تذكرون قلنا لحضراتكم أنها بتعلن، وأنه من واجبات صاحب العمل أن يعلق هذه الواجبات والالتزامات المتعلقة بسلامة العمل. إذا خالف العامل هذه التعليمات يجوز فصله، وهنا يكفي أن يخالف التعليمات ولا يشترط أن يقع ضرر. خدوا بال حضراتكم، يعني إذا كان طبيعة العمل تستوجب ارتداء ملابس خاصة و معلق في مكان العمل، لا تدخل مكان العمل إلا مرتديا الملابس الخاصة بالعمل من ضمن التعليمات، وضبط العامل وثبت عليه أنه وجد في مكان العمل غير مرتدي لهذه الملابس، يكفي هذا لفصله وفقا للمادة 120. الفقرة ها، إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية. لكن هنا القانون قيد المسألة، لا يكفي أن يخل العامل بأحد واجباته الأساسية، بل يلزم أن يجري معه تحقيق كتابي، ولا يكفي هذا أيضا. يعني إذا في إخلال ثم تحقيق كتابي، لا يكفي هذا أيضا، هذا التحقيق الكتابي، بل يجب أن ينبه عليه صاحب العمل، هذه مرحلة ثالثة، أن ينبه عليه كتابة بألا يكرر هذا الخطأ، هذا الإخلال. هل يكفي هذا لفصله؟ لا يكفي.
اشترط القانون شيئا رابعا وهو أن يتكرر منه الإخلال. إذن وفقا لهذا النص يشترط أربع أشياء: إخلال بالواجبات، ثم تحقيق كتابي مع العامل فيما نسب إليه من خطأ، ثم توجيه تنبيه إلى العامل بعدم تكرار الخطأ، ثم وقوع الخطأ مرة أخرى أو إخلال بالواجبات مرة أخرى. أربع أشياء ليكون لصاحب العمل أن يفصل العامل وفقا لهذا النص. واو فقرة واو: إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها. كما هو واضح هنا يشترط أن نكون بصدد سر وليس معلومة متاحة للكف. لا يجب ولا يقصد بهذا النص أن يكون سر شخصي لصاحب العمل، بل سر من أسرار المنشأة. وهناك فارق بين شخص صاحب العمل مديرها العام أو ملك المؤسسة الفردية وبين المؤسسة ذاتها. يعني لو صاحب العمل متزوج زوجة أخرى دون علم زوجته، والعامل عرف وراح قال لزوجته الأولى، هذا ليس بسر. هذا ليس بسر ليه؟ هذا ليس بسر من أسرار المنشأة، وإن كان سرا من أسرار صاحب العمل. يبقى إذا أفشى هذا السر لا يجوز لصاحب العمل أن يفصله وفقا للمادة 120 ووفقا لهذه الفقرة، لأنه ليس من أسرار المنشأة خالص. أي سر؟ لا بالعكس، ده أغلب الأسرار ما بتبقى مكتوب. المهم أن يثبت أنه أفشى سرا من أسرار المنشأة. هي مسألة إثبات بقى، هنا تتعلق بالإثبات. لكن من حيث القانون إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة، ولا يلزم أن يفشى السر خارج نطاق المنشأة. قد يأتمن صاحب العمل على سر، قد يكون بحكم عمله مطلع على أسرار مثلا مرتب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وما حصل عليه من مكافأة، بصفة العامل محاسب اطلع على الرواتب. إذا قال لزميل آخر أو للنائب الآخر إنه زميلك نائب رئيس مجلس الإدارة الأول يحصل على مكافأة سنوية كذا وإنت لا تحصل، هذا سر، أفشى سر يجوز فصل باعتبار أنه سر من أسرار المنشأة. الفقرة التالية، نعم تفضل. هي بالضبط هي صعوبة إثبات زي ما كنت بقول لأخونا، هي مسألة إثبات، لكن إذا ثبتت يجوز لصاحب العمل أن يفصل، يعني تتعلق بالإثبات. الفقرة التالية إذا حكم فضل. نعم. إذا كان هو الآخر مطلع عليه ما هيبقى سر. إذا لم يكن بحكم عمله متاح له أن يطلع عليه فهو سر بالنسبة إليه. لا هنا أضيق نطاقا شوية، لأن أنت حضرتك لسه داخل، إحنا بنتكلم سر من أسرار المنشأة وليس سر شخصي لصاحب العمل، فهي أضيق نطاقا جدا. ودي مهمة لأن إحنا بنتكلم عن الفصل وفقا للمادة 120 وهي في منتهى الخطورة ولها أثار خطيرة. الحالة التالية: الحكم النهائي على العامل بالإدانة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة. يشترط الحكم النهائي، يعني لا يكفي أن تحكم عليه محكمة أول درجة، بل لابد أن يكون الحكم النهائي، بمعنى أنه استنفذ طرق الطعن. إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بمخدر، هنا شرطها وكما تجدوا حضراتكم أثناء ساعات العمل، لم يقل النص في مكان العمل. يعني يصح، وهذه حالة عرضت عليها في قضية وفصلت فيها، هو العامل أوروبي بيعمل في إحدى شركات الإلكترونيات، وهذه الشركة تقدم خدمات دعم فني لعملائها في نهاية الأسبوع، وبيتوزع على العمال شيفت لمدة 48 ساعة، يبقى أندر كول، في أي لحظة خلال 48 ساعة العملاء يتصلوا به ويستدعوه لتقديم خدمات دعم فني، إصلاح أجهزة أو أشياء من هذا القبيل. اتصلوا بالعامل، وأثناء ما بيتصلوا به كان بيقود سيارته عمل حادث، ضبطته الشرطة وتبين أنه تحت تأثير السكر بين، وثبت ذلك وقدم للمحاكمة بتهمة السكر البين. العامل بيحتج أنني لم أكن في مكان العمل ولم أكن في ساعات العمل. أثبتت الشركة أنه كان موزع عليه الشيفت أو الدوام خلال 48 ساعة نهاية الأسبوع، أنه أندر كول. أصبحت هذه الحالة سارية وأنه ساعات العمل، حالة استثنائية، ولكن شوفوا مفهوم ساعات العمل يتسع، يعني ليس المقصود ساعات العمل اللي في العقد، قد يختلف الأمر في التطبيق. يشترط أن يكون السكر بين، يعني لا يكفي تعاطي
الخمر انه يشاهد مثلا بيتعاطى الخمر، لكن لو تذكره احنا قايلين انه لا يجوز اصطحاب مواد الكحوليه الى اماكن العمل. ده الافضل، ليكون السكر باين او يشهد عليه العديدون بانه رائحة الخمر تفوح منه وانه حركاته غير منضبطة، يعني سكر باين او متأثرا بمخدر. الحالة التالية اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه في العمل. هنا الاعتداء يجب ان يكون اثناء العمل، بمعنى ان الاعتداء خارج العمل لا يصلح سببا وفقا للمادة 120. فضل. لا، اي اعتداء، اي اعتداء طالما ان المشرع تركها على اطلاقها فهو يقصد انه لم يقصد اعتداء بدني او لفظي او 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 تعدي جسدي او غيره، اي صورة من صور الاعتداء. لكن النقاش يعني برضو هذه مرت علينا في احدى القضايا، انه المدير بيقول للعامل بيناقشني في سياسة الشركة وعايز يفصله لهذا السبب، فقلنا انه مجرد النقاش في حدود الحوار بين الأشخاص المتحضرين لا يعد تعديا، واعتبرنا أن الفصل تعسفي. لا يلزم أن يكون التعدي على صاحب العمل ذاته، بل ممكن أن يكون التعدي على المدير المسؤول أو أحد زملاء العامل في عمله. فضل. المفروض أنه كان صاحب العمل يبادر فور وقوع التعدي على زميله في العمل يفصله إذا كان عنده رغبة، إنما أنه ينتظر لما يروح الشرطة وبعدين يتصالحوا وبعدين يقول ده تعدى على زميله أنا هفصله، فيها كلام. بس هي برضو ما زالت الحالة منطبقة، يصح أن يفصله. ده تلفظ طب فضل. نعم. لا، في هذه الحالة انتظر، ما زال هناك الكثير للعامل وما زال هناك حماية للعامل وما زال هناك تعويضات للعامل إذا كان الفصل تعسفي. احنا ما زلنا في البداية، موضوعنا دسم وطويل اليوم بالذات، موضوع طويل جدا والوقت ضيق وضيعنا منه 10 دقائق أيضا. فضل. إذا كان التلفظي مثلا اعتداء تلفظي، هل لابد في تحقيق كتابي؟ لا، هذا لا ينطبق. الفقرة هاء بتتكلم عن الإخلال بالواجبات، هي اللي يلزم فيها تحقيق كتابي وتنبيه. هذه الحالة ثبوت التعدي بأي طريقة من الطرق، اي طريقه، اي طريقه لاثباته. العامل يقول لا ما صار، ما هو غالبا زي الحاله اللي اتكلم عنها اخونا، لو في محضر شرطه ده يكفي لاثبات انه فلان ضرب فلان او تعدى على فلان، او ممكن تحقيق داخلي تجريه الشركه، اي طريقه من طرق الاثبات، لكنها مساله اثبات ليس يشترط فيها التحقيق الكتابي بخلاف حاله الاخلال. رفض التوقيع مثلا، برضه بشهاده الشهود يثبت ان تم التحقيق وان في شهود شهدوا واقعه التعدي. الفقرة التالية، إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من 20 يوم متصلة، أو 20 يوم غير متصلة يعني متقطعة خلال سنة واحدة، أو 7 أيام متصلة. الفصل للغياب من حالات الفصل التي نراها كثيرا. أولا يشترط أن يقع غياب بداهة، يعني أن ينقطع العامل عن عمله. ثانيا أن يكون هذا الغياب دون إذن ودون علم صاحب العمل. ثالثا أن يكون الغياب دون سبب مشروع، يعني ليس لدى العامل عذر يبرر الغياب. رابعا أن يبلغ الغياب الحد المحدد للمدة التي نص عليها القانون، وهي 20 يوم متقطعة خلال سنة واحدة أو 7 أيام متصلة. مسألة العذر بنتوسع فيها، يعني لا يشترط أن يبلغ العامل العذر إلى صاحب العمل أثناء بداية الغياب، يصح أن يتغيب إذا كان العذر طارئ وقهري، يتغيب ثم يخطر صاحب العمل. في احدى القضايا العامل في سنة 2011 لو تذكروا كان في فيضانات ضخمة في باكستان، العامل سافر اجازته ثم تغيب شهرين بعد انتهاء الاجازة بسبب هذه الفيضانات، بيته تهدم في الفيضانات واثبت ذلك وجاب لنا ما يثبت ذلك. الشركة كانت فصلته، انتهي لانه الفصل تعسفي واعطيناه تعويض، حضرتك بتسأل على العامل واعطيناه تعويض عن الفصل التعسفي لانه ثبت ان غيابه كان بعذر مشروع، يعني مناط الفصل للغياب ان يكون بدون عذر مشروع او بدون سبب مشروع. تفضل. تفضل. ده احنا قلنا يا اما صاحب العمل او المدير المسؤول، لا ما يشترطش يكون في حضوره. اثناء العمل يبقى تعدي، لابد ان نتوسع في هذه المسألة. اصل صاحب العمل ما هو احنا بنوازن بين المصالح،
إذا أهدرت كرامة صاحب العمل في بيئة العمل فانهارت المؤسسة أو انهارت المنشأة إذا حصل تعدي على شخص ولو في غيابه يعتبر تعدي ويجوز الفصل. فضل. إذا كان سبعة أيام دخلت السنة الميلادية مثلا 27/12 ودخلت السنة الثانية هل يعتبر متداخل؟ هنا ليس هناك تحديد ما هي السنة الواحدة، ما المقصود بالسنة؟ يصح أن يكون السنة من بداية أول غياب، يعني خصوصا في 20 يوم، ممكن يتغيب يومين في شهر فبراير ويومين في أبريل وكذا وكذا وتحل السنة التالية ولا يكمل 20 يوم إلا في السنة التالية. ممكن نحسبها له ونقول من بداية أول غياب اللي كان في فبراير 2012 إلى فبراير 2013، لو تجاوز 20 يوم في هذه المدة ممكن بنعتبرها أنه فصل لتجاوز مدة الغياب القانونية. الحالة التالية الفسخ القانوني من جانب العامل. هنا في سواء عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة يجوز للعامل أن يفسخ عقد العمل من تلقاء نفسه وباختياره. الحالة الأولى إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في عقد العمل أو في القانون. الحالة الثانية إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانونا اعتداء على العامل. ولو قارنتوا حضراتكم النصوص بين إيديكم، لو قارنتوا حضراتكم بين المادة 120 و121 في مسألة الاعتداء ستجدوا أنه في الفقرة التي تتحدث عن الاعتداء من العامل يشترط أن يقع الاعتداء أثناء العمل، لكن الاعتداء في المادة 121 إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانونا اعتداء على العامل، أي اعتداء في أي مكان في أي زمان، أي اعتداء في أي مكان في أي زمان يعتبر اعتداء يبرر للعامل ترك العمل دون انذار، اي ان يفسخ عقد العمل فسخا قانونيا صحيحا دون ادنى مسؤوليه عليه. فضل. او من يمثله قانونا، هل مدير الشركه يعتبر مسؤول عن نيابه عن صاحب العمل؟ كلمه قانونا اضيفت سنه 86، قانون العمل صدر سنه 80 كما تعلمون، قانون 8 لسنه 80 ثم عدل بالقانون رقم 12 لسنه 86. اضيفت كلمه قانونا من ضمن التعديلات التي اجريت سنه 86 لتحدد نطاق التعدي الذي يجيز للعامل ترك العمل، أن يكون مرتكب التعدي إما صاحب العمل بشخصه أو من يمثله قانونا، بمعنى مدير الشركة العام. لو تذكر وإحنا بنتكلم في الحلقة النقاشية الثالثة عن العمل الإضافي وقلنا أنه بيستثنى من ساعات العمل الإضافي أصحاب المناصب العالية في المنشأة الذين لهم سلطة صاحب العمل، تذكروا هذه الكلمة سلطة صاحب العمل، هم دول المقصودين. يعني في شركة مقاولات ضخمة ولها مواقع عمل في كل إمارات الدولة، مدير الموقع يمثل سلطة صاحب العمل في هذا الموقع وهو يمثله قانونا. إذن لو تعدى مدير الموقع على أحد عمال الموقع يعتبر التعدي يجيز للعامل ترك العمل. ده العامل يمكن لا يرى صاحب العمل ولا يرى مدير الشركة طول عمره، هو بيشتغل في الموقع وما يشوفش غير مهندس الموقع مدير الموقع. طيب في شرح بسيط للمادة 121 نظرا لأهميتها، يكفي أن يخل صاحب العمل بأي التزام من التزاماته، أي التزام، لأن الصورة الشائعة اللي بنشوفها دائما يقول أنه أنا تركت العمل لعدم سداد الرواتب، لا يشترط، لا يشترط أن تكون الرواتب، أي إخلال بأي التزام، بمعنى أنه لو شغلوا عمل إضافي ولم يعطيه أجره عن العمل الإضافي، لو منعوا من يوم الراحة الإسبوعية، لو منعوا من ساعة الراحة اليومية بيشغلوا بدون راحة، أي إخلال بالتزام من التزامات صاحب العمل الموجودة في القانون أو في العقد، يعني لو نص عقد العمل على مزايا للعامل وأخلى بها صاحب العمل يحق للعامل فسخ العقد وترك العمل، وهقول لحضراتكم أن هذا الترك يعتبر فسخ من جانب صاحب العمل، يعني العامل هو اللي بياخد القرار بترك العمل، لكن محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا توسعوا إلى حد اعتبار أنه إجبار العامل على ترك العمل نتيجة إخلال صاحب العمل بالتزاماته لا يمكن أن يعزى إلى إرادة العامل، ده في حقيقته كأنه صدر من صاحب العمل، لذلك بنحمل صاحب العمل هنا المسؤولية ونلزمه بالتعويض لو ترك العامل العمل لعدم سداد رواتبه. يترك العمل دون أي إنذار؟ دون أي إنذار بمجرد ثبوت الإخلال. ولكن في تدقيق في المسألة حكم التمييز أمام حضراتكم، تقدير مدة التأخير في أداء الأجر، المسألة مش على إطلاقها، يعني لو العامل بيقول أنا ليا أجر 28 يوم متأخرين، إيه 28 يوم؟ ما هو لم يحل ميعاد الاستحقاق، لأن قانونا طبق المادة 56 ميعاد الوفاء بالأجر في الشهر التالي.
لم يحل ميعاد الوفاء بالأجر، إذن ليس هناك تأخير. فإحنا بندقق بما يوازن بين المصالح حتى لا يكون هناك تعسف من جانب العامل في استعمال حقه. فبنقول إذا كانت المدة ضئيلة وبسيطة مدة التأخير لا نعتد به. بقول لحضراتكم لو نص العقد على ميزة إضافية غير موجودة في القانون وأخلى بها صاحب العمل، يحق للعامل ترك العمل ويعتبر فصلا تعسفيا من جانب صاحب العمل ويلزم بالتعويض. بمعنى مثلا لو قال له هوفر لك السكن العمالي مكيف الهواء وبه تلفزيون LCD، العامل دخل السكن لقى بدون تكييف وبدون التلفزيون LCD، لو قال له أنا متمسك بما نص عليه العقد وامتنع، يحق للعامل ترك العمل ويكون صاحب العمل قد أخلى بالتزام من التزاماته في العقد طالما أنه منصوص عليها في العقد. إخلاله بهذا الالتزام يعتبر فصل تعسفي ويبيح للعامل حق التعويض. لا شهر ما بناخد بيه، يعني غالبا شهرين فأكثر، يعني شهرين فأكثر. إذا اكتمل شهرين، يعني إذا كمل شهرين ودخل الشهر الثالث ولو شهرين كاملين ما تقضاهمش بيعتبر. نعم، ونجد أن إخواننا في وزارة العمل بيراوا هذه المسألة، أنه إذا احنا أثبتنا في الحكم أن العامل ترك العمل لأن له رواتب شهرين، ما لا يوقع عليه الحرمان اللي هقول لحضراتكم عليه، في مسألة مهمة جزاء الحرمان اللي بيوقع على العامل هنتكلم عنها. السبب الثالث من الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل وهو استحالة التنفيذ، هنمر عليها سريعا علشان ندخل على الفصل التعسفي وهو الأهم. عندنا وفاة العامل وعندنا وفاة صاحب العمل أو إغلاق المنشأة. المادة 114 من قانون العمل تضمنت عدة نقاط، أهمها أنه لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان متصلا بشخص. لو العامل سكرتير صاحب العمل وتوفى صاحب العمل اللي هو مالك المؤسسة مثلا، العامل هو السكرتير الشخصي له، في هذه الحالة متصور أنه ورثة مالك المؤسسة ينهو خدمة العامل ويكون إنهاء قانونيا صحيحا لا يترتب عليه أي تعويض، لأنه عقد العمل متصل بشخص صاحب العمل. ينتهي العقد دائما بقى بدون أي اشتراطات بوفاة العامل أو بعجزه كليا. الوفاة أو العجز الكلي سبب لانتهاء عقد العمل، ليس متصورا أنه صاحب العمل يطالب ورثة العامل أولاده مثلا يقول لهم تعالوا اشتغلوا مكان أبوكم، مش متصورة. كذلك إذا أصيب العامل بعجز كلي. بالنسبة للعجز الجزئي كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 114، إذا تبين أنه لدى صاحب العمل فرصة عمل أخرى بديلة تناسب حالة العامل الجديدة بعد إصابته بالعجز الجزئي، يجب عليه بناء على طلب العامل أن ينقل العامل إلى الوظيفة الجديدة التي تناسب حالته الصحية. ودي صورة نادرة، يعني ما شفناهاش كتير. طيب الصورة اللي تناولتها المادة 124 وهي العامل المريض مرضا طويلا، هنا لا نتحدث عن عجز كلي ولا عجز جزئي، نحن نتحدث عن عامل أصيب بمرض وطال مرضه. في هذه الحالة نص القانون على ضمانة لمصلحة العامل، قال لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل المريض إلا بعد أن يستنفد كافة أجازاته المرضية. ولو تذكروا قلنا لحضراتكم أنها 90 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة، فلما يستنفد أجازاته المرضية بالكامل وما زال مريضا ولم يعد للعمل، في هذه الحالة يحق لصاحب العمل فصله ويكون الفصل صحيحا لا يترتب عليه أي تعويض، وهذا يسري على العقد محدد المدة وغير محدد المدة. تفضل. المريض ولا اللي عنده عجز؟ نعم. خلاص. لا انا ما قلت معطيه نهايه خدمه، انا ما قلت معطيه تعويض. تعويض لانه ليس فصلا تعسفيا، هو مناط التعويض التعسف في الفصل، هذا فصل قانوني، لكن مكافاه نهايه الخدمه لها احكام اخرى وسيحدثكم عنها زميلنا في الحلقه النقاشيه القادمه، لكن مبدئيا ما في حرمان من المكافاه في هذه الحاله. كل الحالات التي ينتهي بها العقد مثلا بتراضي الطرفين لا يحرم العامل من المكافاه اللي هو التقايل من العقد زي ما قلنا، او حاله وفاه العامل الورثه يحصلوا على مكافاه نهايه الخدمه التي تخص المورث، حالة العجز الكلي نفس الكلام بيحصل على مكافئته. خلاص انتهى عقد العمل بإغلاق المنشأة، في كلام كتير سنحاول أن نوجزه، لأنه الإغلاق متصور أن يقع بقوة قاهرة أو بسبب أجنبي، يعني خارج عن إرادة صاحب العمل، وقد يقع بسبب من إرادته.
إذا كان بإرادة صاحب العمل فهيسري عليه ما يسري على أي عقود طبقا لقانون المعاملات المدنية. أي عقد تنقضي الالتزامات إذا وقعت قوة قاهرة أو سبب أجنبي يمنع من تنفيذها. من صورها حدوث زلزال يترتب عليه انهدام المنشأة بالكامل. لا يتصور أن العامل يرفع دعوة ويقول دوني تعويض لأن أنا فصلت تعسفية، المنشأة هلكت تماما هلاكا بقوة قاهرة. في هذه الحالة ليس له أن يطالب بتعويض. في صور كثيرة أوردتها الكتب زي التأميم وغيره. المهم أنه نكون بصدد حالة قوة قاهرة تمنع من بقاء المنشأة. في هذه الحالة لا يحق للعامل أي تعويض. لكن الإغلاق بإرادة صاحب العمل، بمعنى قد يكون الإرادة بخطأ منه وقد يكون بقرار منه. يعني في وقت من الأوقات صاحب العمل يرى أنه سيعتزل النشاط، هو الذي يتخذ قرار التوقف عن العمل. في هذه الحالة إذا ثبت أنه غير متعسف في قراره ذاك فلا يستحق العمال تعويضا، لأنه سيتوقف سيعتزل ويغلق منشأته، من حقه ولا يمكن أن يطالب بتعويضات للعمال في هذه الحالة. لكن إذا أخطأ صاحب العمل مثلا عليه ديون لتجار كثيرين وعليه ديون ومستحقات لعماله وفجأة يغلق المنشأة ويهرب، الصورة دي موجودة، يغلق المنشأة ويهرب، في مثل هذه الحالات يلزم بالتعويض لأن الفصل يعتبر تعسفي. ينتهي عقد العمل فعلا، ولكن لا نكون بصدد إنهاء قانوني، وإنما هذا الإنهاء غير قانوني ويستحق العامل التعويض. آخر صورة تناولتها المادة 126 في الأسباب العامة، وهو تغيير شكل المنشأة أو مركزها القانوني. دي المادة 126 من قانون العمل. قالت، ودي أهم نقطة، المنشأة هنا تغير شكلها القانوني أو انتقلت من مالك إلى آخر. عقود العمل السارية وقت حدوث التغيير، عقود العمل القائمة وقت حدوث التغيير تظل سارية. يعني المنشأة تنتقل بعمالها. مطعم مثلا بيشتغل فيه 10 عمال، باعه مالكه إلى مشتري. المشتري اللي هو المالك الجديد يصبح هو صاحب العمل الجديد في مواجهة العمال الذين كانت عقودهم سارية وقت عملية البيع. تظل عقود العمل سارية، وليس هذا فقط، وتعتبر مدة الخدمة متصلة. يعني هم اشتغلوا 3 سنوات عند المالك الأصلي للمطعم، ثم باع المطعم، باع المنشأة إلى مالك جديد، يظل عقد العمل ساريا، ومدة الخدمة 3 سنوات السابقة محسوبة كمدة خدمة متصلة لدى صاحب العمل الجديد. وأضاف القانون ضمانة للعمال، وهي تضامن صاحب العمل الجديد مع صاحب العمل السابق لمدة 6 أشهر. فضل. إذا باع الشركة والشخص الجديد على أساس أنه يصفي كل الالتزامات السابقة اللي عليه، بس لابد قبل البيع يكون صفى. بس مكافأة نهاية الخدمة قلت لابد أن تكون في نهاية عقد العمل. مظبوط. نص المدة يعني. مظبوط. فكيف هاي؟ فعلا لا يلزم بمكافأة نهاية الخدمة. هو اللي مطلوب منه أنه يؤدي الرواتب والمستحقات حتى تاريخ البيع، لكن مستحقات نهاية الخدمة لا تصرف إلا في نهاية الخدمة، بدل الأجازة مكافأة نهاية الخدمة. أي مستحقات أخرى مترتبة على نهاية الخدمة لا تستحق إلا بانتهاء مدة الخدمة لدى المشتري، لدى صاحب العمل الجديد. يعني ما ممكن يعطيهم مثلا على أساس يكون الالتزامات مكفلة عليه؟ لا، المكافأة لا، بس هو في صورة أنه بالتراضي يقول والله إحنا نحسب لكم المكافأة وديا كده وتستلموها وتوقعوا أن أنتم استلمتوا دفعة من مكافأة نهاية الخدمة. إنما قانونا زي ما هيقول لكم زميلنا في الحلقة النقاشية القادمة، مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق، تاريخ بداية استحقاقها نهاية الخدمة، قبل ذلك هي غير مستحقة. فإذا أوفى هو صاحب العمل بها مقدما بيوفي بجزء من التزامه، دي مش مشكلة، يعني هو يحسب أنه أوفى بها، تثبت. نعم. إذن أول حكم في المادة 126 أن تغيير شكل المنشأة أو تغيير مركزها القانوني لا يؤثر على عقود العمال أيا كان شكل التصرف. يصح أنه يكون إيجار، يعني ممكن مالك المطعم يؤجره لمستثمر يستأجر منه المطعم ويشغله. هذا المستأجر رغم أنه لم يتملك المطعم يظل هو أو يصبح هو صاحب العمل، ويصبح هو مسؤولا عن عقود العمل القائمة وعن حقوق العمال. غير النشاط هنا بتثير بقى مسألة هلاك المنشأة. ما هو تغيير النشاط، العامل ده عامل مطعم طباخ مثلا، خلينا في المثال بتاع المطعم طباخ، المنشأة تحولت إلى مصبغة ملابس، الطباخ هيعمل ايه في مصبغة ملابس؟
تغيير النشاط يعتبر نوع من هلاك المنشأة، هينهي عقد العمل. خلاص. ننتقل الآن إلى الأسباب الخاصة لانتهاء عقود العمل بحسب نوع العقد، ونفرق بين أسباب خاصة بالعقود محددة المدة وأسباب خاصة بالعقود غير محددة المدة. نعرف بشكل سريع لأن الوقت يمضي بشدة. العقد محدد المدة، العقد محدد المدة دائما هو عقد متفق فيه من بدايته، متفق فيه في عقد العمل من بدايته على أن ينتهي بواقعة مستقبلية محققة الوقوع. يعني أبرز مثال المعتاد في العقود، عقد العمل يبدأ من يوم 7/5/2013 وينتهي 6/5/2015 في تاريخ محدد، لكن لا يشترط ذلك. ليكون العقد محدد المدة لا يشترط أن يتضمن تاريخ، ممكن يقال فيه هذا العقد مدته عامين من تاريخ بدايته ونسكت، يبقى انتهاء العامين يعتبر واقعة مستقبلة محققة الوقوع ينتهي بها العقد. ليس هذا فقط، يصح أن يبرم العقد لإنجاز عمل معين، شركة مثلا متعاقدة مع البلدية على إنشاء طريق، على إنشاء جسر، وتتعاقد مع عمال لحين إتمام هذا المشروع. هذا العقد بيسمى في القانون العقد المبرم لإنجاز عمل معين. مدة هذا العقد بس يتفق عليها، لابد أن تذكر في العقد، تم التعاقد مع العامل لحين إتمام مشروع كذا كذا كذا، يذكر في العقد. بنهاية هذا المشروع ينتهي العقد، بنهاية المشروع ينتهي العقد، أي أنه متصور أن يبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين. قد يبرم العقد لموسم معين، قد يبرم لإنجاز مشروع معين، قد يكون لكمية معينة من الأعمال، مصنع بينتج وحدات من مثلا من اللابتوب، لحين ما المصنع ينتهي من إنتاج 10,000 لابتوب عقد العمل قائم، بتمام إنتاج هذه الكمية من الأعمال ينتهي العقد. إذن العقد محدد المدة مفهومه أكثر اتساعا من المفهوم الشائع، يعني أعتقد أن حضراتكم فوجئتوا بهذا الاتساع في مفهومه. إحنا لا نتكلم عن عقد يحدد تاريخ الانتهاء، بل يمكن أن يحدد واقعة مستقبلية الانتهاء. والمادة 38 من قانون العمل أوردت ذلك، قالت أنه إذا حددت مدة العقد وجب ألا تتجاوز 4 سنوات. هنا لا يجوز أن يكون عقد العمل محدد المدة طويل، لأن هناك آثار خطيرة على العامل بالعقد محدد المدة. هنقول لحضراتكم أنه لا يجوز له أن يترك العمل إلا في أحوال محددة، وإلا التزم بالتعويض. فإذا العقد محدد المدة كما يعطي للعامل ميزة في أنه ضامن استمرار علاقة العمل عدد معين من السنوات، إلا أنه يعطيه عيب خطير، وهو أنه لا يستطيع أن يستقيل، لا يستطيع أن يترك العمل إلا بانتهاء مدة العقد أو لأسباب محددة قانونا. فبالتالي اشترط القانون ألا تتجاوز مدة العقد 4 سنوات، وأجاز تجديدها باتفاق صريح. أما العقد غير محدد المدة فهو عكس ما قلناه بالنسبة للعقد المحدد، بمعنى أنه عقد له تاريخ بداية ولا يحدد فيه تاريخ لنهايته، ليس هناك واقعة مستقبلة محددة الوقوع ينتهي بانتهائه، بل هو له تاريخ بداية وليس له تاريخ نهاية، لا يحدد بإنجاز عمل معين ولا كمية أعمال ولا بمدة زمنية معينة. لكن المادة 39 من قانون العمل توسعت قليلا في مفهوم العقد غير محدد المدة، الفقرة 3 لو تاخدوا بال حضراتكم، قال إذا كان العقد مكتوبا ومبرما لمدة محددة ثم استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون اتفاق على مدة جديدة، وما بيستمروا في التنفيذ ضمنا، العقد انتهى في 15/3/2013 واستمروا في تنفيذه دون إبرام عقد عمل جديد ودون تحديد مدة جديدة، ينقلب العقد من بدايته، وضال حضراتكم من بدايته، النص بيقول ايه، منذ بدء تكوينه، من بداية العقد يتحول الى عقد غير محدد المدة. ده نص خاص وله أهمية، لأنه بيحول عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد، وبما لذلك من أثار خطيرة تتعلق بتحديد أسباب إنهاء. نستعرض الآن الأسباب الخاصة بانتهاء العقد محدد المدة. فضل فضل، بس عايزينك ترفع صوتك عشان أسمعك. رقم 1 عددنا المدة مع سنتين، عدد خاص. نعم. جميل. متجدد تلقائيا، لكن
من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة. يصح الاتفاق تلقائيا ودون إضافة كلمة لمدة مماثلة، يبقى كده تجدد لمدة غير محددة. يعني هذا العيب ممن حرر العقد، هذا الخطأ ممن حرر العقد. أيوة، يتحول إلى موظف بعقد غير محدد المدة، نعم، وليس بعقد محدد. طالما إنك ما قلتش يجدد لمدة مماثلة، لو أضفت في العقد إنه يجدد لمدة مماثلة، في هذه الحالة يستمر محدد المدة. إذا كان مدته سنتين وانتهى السنتين واستمروا في تنفيذه، يجدد لمدة مماثلة. بس يلاحظ إن عقود العمل الرسمية الصادرة من وزارة العمل، النموذج الصادر من وزارة العمل، في بند دائما بيقول إن العقد محدد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه يعتبر مجدد لسنة واحدة عشان يكمل الأربع سنوات. ده بالنسبة للعقود اللي هي مدتها ثلاث سنوات، ليكمل الأربع سنوات. هذا الشرط مطبوع، يعني كل عقود وزارة العمل. الصورة اللي بتتكلم عنها حضرتك دي إما أنه عقد داخلي أو عقد عمل في إحدى المناطق الحرة، إنما عقود وزارة العمل فيها البند اللي بتكلم عنه بيجدد سنة واحدة. فضل. مش سامع. لاعبين الكرة. طيب. تلقائيا فقط يبقى بيتحول لعقد غير محدد. لابد أن يقال يجدد تلقائيا لمدة مماثلة، وهتلاقيها مذكورة بهذا الشكل، لابد يكون فيها كلمة لمدة مماثلة. العقد الداخلي يعد فيه بغض النظر عن عقد العمل حسب تاريخه. العبرة بالعقد اللاحق، العقد اللاحق ينسخ العقد السابق. عقد وزارة العمل ليس له أي قدسية خاصة، هو عقد، هو عقد، ولكن الصورة التي تحدث دائما أن العقد الداخلي يتم إبرامه ثم يتجه الطرفان لوزارة العمل لتحرير عقد وزارة العمل عشان استخراج بطاقة العمل وغيره. بس يعد في العقد الداخلي؟ ما أنا هقول لحضرتك، إذا كان العقد الداخلي سابق على عقد وزارة العمل، عقد وزارة العمل ينسخ العقد الداخلي. إنما إذا كان العامل حريص وفطن وأرجأ توقيع العقد الداخلي إلى ما بعد تاريخ عقد وزارة العمل، يعتد بالعقد الداخلي ولو خالف عقد وزارة العمل في بنوده، بشرط أن لا يخالف القانون زي ما قلنا المرة الماضية. أي شرط مخالف للقانون لا يعتد به ولو ارتضاه العامل، ولو ارتضاه العامل. طيب، عقد العمل محدد المدة، نحن الآن نتحدث، يعني اللي بيراجع الخريطة، احنا الآن انتهينا من أولا الأسباب العامة لانتهاء عقود العمل، والآن نحن في ثانيا الأسباب الخاصة بانتهاء عقود العمل، البند واحد منها وهي أسباب انتهاء عقود العمل محددة المدة، يعني علشان نبقى متتبعين بعض. النصوص القانونية المواد 113 و116، أول عنصر فيها وأهم عنصر أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، وهذا ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 113. ينتهي عقد العمل إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا القانون، يعني ما لم يكن قد جدد لمدة جديدة باتفاق صريح أو بنص سابق في العقد الأصلي. إذن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة لأي إجراء، لا يحتاج لإنذار ولا يحتاج لإخطار ولا يحتاج لتنبيه سابق ولا أي شيء، ينتهي بانتهاء مدته. عقد العمل المحدد المدة يفترض فيه بطبيعته أن الطرفين وقت إبرامه اتجهت إرادتهما إلى أنه سينتهي بحلول الأجل المحدد فيه بانتهاء مدته أيا كان. لا مجال للبحث في أن الإنهاء بمبرر أو بدون مبرر، لا يلزم ولا مجال لبحث ذلك، لأنه العقد بانتهاء المدة ينتهي هذا الانتهاء انتهاء صحيح وقانوني، وليس للعامل أن يطلب أي تعويض ولا أي طرف أن يطلب أي تعويض. إذا أنهى أحد الطرفين عقد العمل قبل انتهاء المدة بيسمى ذلك إنهاء مبتسرا لعقد العمل. الإنهاء المبتسر لعقد العمل هو اللي بنتكلم عنه باعتبار أنه يرتب مسؤولية الطرف الذي أقدم على إنهاء عقد العمل عن التعويض. تعبير الإنهاء المبتسر ورد في بعض أحكام القضاء ويرد كثيرا في شروح قانون العمل. الإنهاء المبتسر اللي هو إنهاء العقد قبل حلول تاريخ انتهائه المنصوص عليه والمتفق عليه. إذا أنهى أحد الطرفين عقد العمل قبل انتهاء مدته فأمامنا أحد فرضين. الفرض الأول أن يكون الطرفان قد اتفقا في العقد على تعويض اتفاقي. الفرض الثاني
ألا يكون قد اتفق على تعويض اتفاقي. هنا بنلجأ للقانون المادتين 115 و116 من القانون. التعويض الاتفاقي يعني شرط جزائي، كلنا نعرف مصطلح الشرط الجزائي، الطرفين بيتفقوا ان عقد العمل مدته سنتين، اذا اقدم احد الطرفين على انهاء العقد يلتزم بتعويض يعادل مثلا اجر 5 اشهر، اي طرف سواء العامل او صاحب العمل. هذا الشرط صحيح ولا يخالف القانون، يجوز ان يتفق الطرفان على ذلك، ولكن الشرط الجزائي بحكم طبيعته وبنص القانون لا يلزم المحكمة بأن تقضي بالتعويض المتفق عليه حتما. يعني في إذا نص فيه على أن يدفع أجره 10 أشهر وهو اشتغل شهر واحد وبعدين ترك العمل، ما الضرر الجسيم الذي لحق بصاحب العمل ليطالب العامل بأجر 10 أشهر رغم أنه متفق عليه؟ هنا تتدخل المحكمة وتعمل سلطتها في الرقابة على الشرط الجزائي، وما إذا كان التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد يعادل الضرر من عدمه. يعني المسألة ليست آلية وليست تلقائية بمجرد الاتفاق على الشرط الجزائي يتم القضاء به، بل هناك رقابة للمحكمة. يعني تستطيع القاضي أن يزيد قيمة التعويض، يزيد عن المتفق عليه، ويستطيع أن ينقص، ويستطيع أن يرفض التعويض تماما إذا ثبت له عدم حدوث أي ضرر بالطرف الذي تم الإنهاء في مواجهته. هذا بالنسبة للتعويض الاتفاقي. الصورة الأخرى وهي عدم وجود نص في العقد، وبالتالي نلجأ للقانون. بترتيب القانون المادة 115 تناولت الفسخ من جانب صاحب العمل، إذا فسخ صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته. المادة 116 تناولت إذا فسخ العامل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته. فنتناول حالة ثم الحالة التالية. الحالة الأولى المادة 115، إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض مجموع أجر 3 أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. بمعنى انه يجوز الاتفاق اللي قلنا عليه. اذا انهاء صاحب العمل للعقد محدد المدة متقيد بحالات المادة 120 اللي ذكرناها، لذلك قلت لحضراتكم المادة 120 اهم مادة في قانون العمل واشهر مادة، لانها تتكرر في شأن انهاء علاقة العمل. كل ما بنتكلم عن الانهاء لابد ان تذكر المادة 120، تذكر في العقد المحدد وفي العقد غير المحدد. في العقد محدد المدة لا يجوز لصاحب العمل ان ينهي العقد استنادا لأي سبب غير ما ورد في المادة 120 العشر فقرات اللي تناولناها، ولابد أن يتقيد بما ورد فيها. بمعنى أنه إذا كان بيستند لإخلال العامل بالتزاماته بواجباته وثبت فعلا أن العامل أخل بواجباته إخلالا جسيما، أي صورة تتخيلوها من الإخلال، إخلال جسيم بواجباته، ففصله دون أن يحقق معه، يعتبر فصل تعسفي ويلزم بالتعويض. طب حقق معه ولم ينبه عليه كتابة، يعتبر فصل تعسفي ويلزم بالتعويض. حقق معه ونبه عليه كتابة ولم ينتظر تكرار الإخلال، يعتبر فصل تعسفي ويلزم بالتعويض. مجرد التكرار يعني الشيء حدث ثم مرة ثانية، يعني المرة الثانية هي التكرار. لا لا، التنبيه مرة واحدة، التكرار يعني تكرار الإخلال تاني مرة، مجرد ثبوت التكرار يكفي لفصل العمل. التنبيه مرة والتحقيق مرة، وهو يلزم تحقيق ثم تنبيه. خلاص، أي فصل من جانب صاحب العمل قبل انتهاء المدة يلتزم بالتعويض. لكن القانون قال المادة 115 قالت عما أصابه من ضرر كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر. إذا أثبت صاحب العمل، إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يصبه ضرر من الفسخ لا يلزم بالتعويض. في احوال بيكون اجر العامل مبلغ كبير، احنا شفنا حالات مثلا اجر العامل 150,000 درهم وعقده محدد المده واخل بواجباته، كانت شركه بترول والعامل اوروبي مهندس اوروبي واخل بواجباته اخلال جسيم، ولكن لم يتم التحقيق، عملوا هم تحقيق داخلي سالوا نفسهم ولم يتم التحقيق مع العامل، لم يستدعوا العامل، سالوا زملاء ولم يسالوا العامل، اصبح هذا ليس تحقيقا. التحقيق لابد أن يتم باستدعاء العامل ومواجهته كتابة بما نسب إليه، ما فيش تحقيق. أجبرت الشركة على أن تدفع له 450,000 درهم تعويض،
نتيجة ان ادارة الشؤون القانونية في الشركة مش فاهمة قانون، مش فاهمة اللي بنتكلم فيه. ده اللي بنتكلم فيه شديد الاهمية في التطبيق العملي، لانه بتحدث اخطاء كثيرة في هذه المسائل، التحقيق ثم التنبيه ثم تكرار الخطأ. يعني كان لابد ان يصبروا عليه. عقد محدد المدة، دي اهمية التفرقة بين العقد محدد المدة والعقد غير المحدد. العقد محدد مجبر ان يستمر فيه حتى نهاية مدته ما لم تتوافر احد اسباب المادة 120. التعويض يعادل اجر 3 اشهر او المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر؟ اجر 3 اشهر او المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر؟ يعني لو المدة المتبقية من العقد 6 اشهر يبقى التعويض كام؟ 3 اشهر. طيب لو المدة المتبقية 3 اشهر تعويض 3 اشهر. المدة المتبقية من العقد 3 اشهر او المدة ايهما اقصر؟ لو المدة المتبقية 3 اشهر اي مساوية فيبقى 3 اشهر. طيب لو شهرين؟ شهرين. يحدث انه العامل لا يقضى له الا بتعويض الا يوم او اسبوع، اجر اسبوع، لان المدة المتبقية من العقد كانت اسبوع، فهي حسب المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر. إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل متصور أن يقل التعويض عن أجر 3 أشهر زي ما قلنا لو كانت المدة أقل من 3 أشهر، أو أن يثبت صاحب العمل إن ما لحق العامل من ضرر أقل من ذلك. العامل أنا فصلته صحيح، يعني خلينا في المثال بتاع مهندس البترول الأوروبي ده، فصل من الشركة اليوم، غدا التحق بشركة أخرى لم يصبه ضرر، والتحق بشركة أخرى بذات الراتب أو بأكثر منه. إذا أثبت صاحب العمل ذلك، إذا قدم لنا صورة من عقد العمل الجديد لدى شركة أخرى بأجر أكثر، هنرفض التعويض ونقول أنه لم يثبت الضرر. يعني مناط استحقاق التعويض إثبات الضرر. كل ما في الأمر زي ما قالت محكمة التمييز إيه؟ إن المشرع أقام قرينة قانونية إن التعويض يكافئ ضرر الضرر الذي أصاب العامل، اللي هو أجر 3 أشهر أو المدة المتبقية من العقد. من أراد أن يثبت ما يخالف هذه القرينة يقع عليه عبء الإثبات، أي أن على صاحب العمل أن يثبت أن العامل لم يصبه ضرر. فضل. في معايير على كيف على شو عم أستنى شهر ولا شهرين ولا 3؟ إحنا بننظر للمدة المتبقية فقط. لا. ها؟ في حسب أنا ما قرأت أحكام المحكمة. نعم. مش في العقد المحدد، انت تقصد العقد غير المحدد وسنأتي له. في العقد المحدد نحن نتكلم عن عملية هندسية، عملية حسابية رياضية. اعتبر انك بتتكلم زي ما قلنا المدة المتبقية من العقد 5 اشهر، يبقى اجر 3 اشهر. اي يوم يعني اذا كانت المدة تجاوز 3 اشهر التعويض 3 اشهر. يجوز ان يقل عن ذلك اذا كانت المدة تقل عن 3 اشهر، لكن لا تخضع لتقدير المحكمة. على صاحب العمل ان يثبت ان الضرر يجاوز. ده حكم التمييز اللي بيقول ان المشرع اقام قرينة قانونية وانه هذه القرينة تقبل الاثبات العكسي، يعني يمكن لصاحب العمل ان يثبت ان الضرر اقل من قيمة التعويض. طيب ننتقل الان بقى للانهاء من جانب العامل. العامل هو اللي بيفسخ عقد العمل محدد المدة. نصت المادة 116 انه العامل لا يملك ان ينهي عقد العمل محدد المدة الا لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 121. حد فاكر الاسباب المنصوص عليها في المادة 121؟ طيب ها؟ اذا اخلى صاحب العمل بالتزاماته، ها؟ اذا وقع بصاحب العمل اعتداء، لابد ان يتوافر احد هذين الامرين. اي انهاء لعقد العمل او فسخ لعقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته من جانب العامل دون ان يثبت توافر احد السببين يعتبر انهاء مبتسر. تذكروا اللفظ انهاء مبتسر. يترتب عليه التزام العامل بتعويض صاحب العمل عما اصابه من ضرر، بس يشترط ان يثبت ان صاحب العمل قد لحقه ضرر فعلا. لذلك نجد النص بيقول كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون ايه؟ قد لحقه من خسارة. بمعنى انه مناط الزام العامل بالتعويض لصاحب العمل في هذه الحالة ان يثبت ان صاحب العمل قد لحقه خسارة. بنرى في القضايا انه صاحب العمل يطلب التعويض ويقول عقد محدد والعامل فسخ قبل انتهاء مدته ودون اي سبب، ويكون كل هذا متوافر. العامل اقام الدعوة العمالية وصاحب العمل اقام دعوة متقابلة او طلب عارض بالتعويض، ويعتقد ويسيره وكيله
في إقامة الطلب العارض أنه بمجرد ثبوت ترك العامل للعمل هذا كافي للقضاء له بالتعويض، لا، لابد أن يثبت الضرر. ودي قضت بها محكمة التمييز بأنه يشترط أن يكون قد لحق صاحب العمل ضرر فعلي، وهذا الضرر واجب الإثبات. والنص قال ما لحقه من خسارة، ما قالش ما فاته من كسب، لأن التعويض دائما بيشمل عنصرين، ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. هنا لا يعوض العامل صاحب العمل إلا عما لحقه من خسارة. وهناك حد أقصى للتعويض طبقا للمادة 116، هو يعني الصياغة غامضة قليلا، هو بيقول المدة أجر نصف شهر عن مدة 3 أشهر، بمعنى شهر ونصف بيلزم بتعويض مقداره أجر شهر ونصف أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصى. لا، كل التعويض بتحسب على الإجمالي، كل التعويضات على الإجمالي بخلاف مكافأة نهاية الخدمة مثلا لها حسبة أخرى. خلاص، هذا بالنسبة لالتزام العامل بالتعويض. بنقول أن التعويض يجوز أن يقل عن أجر الشهر ونص إذا كانت المدة أقل من 3 أشهر، يعني احنا بنقول نصف شهر عن كل شهر. طب لو المدة المتبقية من العقد شهر، هيلزم بتعويض مقداره إذا ثبت أن في ضرر نصف شهر، أجر نصف شهر. لو المدة شهرين يلزم بأجر شهر، لو المدة 3 أشهر شهر ونصف، لو المدة 4 أشهر شهر ونصف. لا تجاوز، في حد أقصى، في حد، افتح المادة 116، لا تجاوز، التعويض لا يجاوز الحد الأقصى. لو 5 أشهر مش شهرين ونصف برضه هو شهر ونصف، لأنه نصف شهر عن 3 أشهر، ده حد أقصى، أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر. أو يثبت العامل أن الضرر الفعلي الذي لحق بصاحب العمل أقل من ذلك. ده حكم محكمة التمييز اللي قالت، وأنا مركز لكم على دي، إذا لم يثبت أنه قد لحقه، اللي هو صاحب العمل، أنه لحقته خسارة من جراء فسخ العامل للعقد، انتفت مسؤولية العامل عن التعويض. يعني مناط استحقاق تعويض فسخ العقد محدد المدة على العامل، مناطه أن يثبت صاحب العمل أنه قد لحقه خسارة من جراء الفسخ. يترتب على فسخ العامل، الأول نقول يترتب على فسخ صاحب العمل لعقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته جزاء واحد، وهو التعويض. أحسنت، التعويض فقط، ده الجزاء الوحيد على صاحب العمل. أما العامل فيترتب عليه جزاءات خطيرة. أولها جزاء الحرمان، نصت عليه المادة 128، إذا انقطع العامل غير المواطن، إذا هذا ينطبق على العامل غير المواطن، إذا انقطع لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية مدة عقده محدد المدة، لا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل الأصلي إلا بعد مضي سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل. ولا يجوز لأي صاحب عمل يعلم ان العامل كان يعمل بعقد محدد وترك العمل ان يستخدمه او يبقيه في خدمته. وهذا النص يترتب على الخروج عنه او الاخلال به جزاء جنائي، هو المنصوص عليه في المادة 181، الحبس او الغرامة. يعني نص شديد الاهمية وشديد الخطورة. ولكن المادة 130 يعني عملت نوع من الاستثناء، قال انه استثنى من ذلك العامل غير المواطن الذي يحصل قبل التحاقه بعمل اخر على موافقة وزير العمل. يعني إذا وافقت دائرة العمل، مش الوزير بنفسه، يعني حاليا الوزير بيفوض دوائر العمل، إذا وافقت دائرة العمل على التحاق العامل بعمل آخر رغم انقطاعه، في هذه الحالة لا يوقع عليه جزاء الحرمان. كذلك مكافأة نهاية الخدمة، رغم أنها هتشرح لاحقا، إنما أنا حبيت أحطها في سياقها. يترتب على انقطاع العامل عن عمله، العامل بعقد غير محدد المدة، إذا فسخ العقد قبل انتهاء مدته لغير أسباب المادة 121، يترتب على ذلك حرمانه من المكافأة بالكامل إذا لم يكن قد أمضى 5 سنوات كاملة. هنا بيفترض القانون أنه العامل اللي اشتغل لمدة 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل يستحق مكافأته بصرف النظر عن إنهاء عقد العمل. إنما الصورة الغالبة أنه لا يكمل 5 سنوات إذا ترك العمل قبل إكمال هذه المدة ودون أحد أسباب المادة 120، يعني بدون إخلال وبدون اعتداء، في هذه الحالة يحرم من كامل مكافأة نهاية الخدمة. إذن هناك جزاء الحرمان، هناك حرمان من مكافأة نهاية الخدمة، جزائين في منتهى الخطورة غير جزاء التعويض. شفتوا أهمية العقد محدد المدة وخطورته، يعني ترتب عليه أثار خطيرة، كما هو يعطي العامل ميزة
وهو أنه يضمن استقراره في العمل عدد معين من السنوات أو مدة زمنية معينة، إلا أنه يترتب عليه نتائج خطيرة أنه يلزمه بالبقاء في العمل حرصا على استقرار العلاقة العمالية. ما هو صاحب العمل بيعمل العقد المحدد لأنه محتاج العامل في فترة زمنية معينة. بالنسبة لبدل الأجازة، إيه رأي حضراتكم؟ ياخد بدل الأجازة ولا يحرم منه؟ ياخد بدل الأجازة. ليه؟ لأنه الحرمان بدل الأجازة طبقا للمادة 79 أن يترك العمل دون إنذار. مادة 79 قال كده، إذا ترك العمل دون إنذار. طب هو العقد محدد المدة متصور فيه إنذار؟ إحنا قلنا ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى إنذار أو إخطار، قلنا هذا الكلام منذ قليل. إذن لا يتصور فيه الإنذار. يبقى العامل بعقد محدد المدة ممكن، الذي يترك العمل ممكن ألا يخرج من العلاقة سوى ببدل الأجازة وإذا كان له راتب متأخر فقط لا غير، إذا انقطع عن العمل لغير أسباب المادة 121. تفضل. نعم، حتى لو رفع القضية، لأن التعويض هذا بنسميه جزاء مدني، أما الحرمان فهو جزاء إداري توقعه الدولة ذاتها. هنا مظهر وجود الدولة في العلاقة العمالية. من يوقع جزاء الحرمان؟ الدولة ذاتها بتقول يحظر التحاق العامل بعمل آخر. يعني لو تقدم إليها العامل، وفي قاعدة بيانات إلكترونية زي ما أنتوا عارفين، لو تقدم العامل اللي عليه حرمان لتوثيق عقد عمل جديد او استخراج بطاقة عمل جديدة لدى صاحب عمل اخر وعليه هذا الحرمان، لا يوثق العقد، ممنوع. واذا تبين ذلك لتفتيش العمل بتحرر، بتتخذ اجراءات جنائية ضد العامل وضد صاحب العمل الجديد اذا كان يعلم. بداءة نذكر ان العقد غير محدد المدة ليس له تاريخ محدد لانتهائه، هو العقد مفتوح ليس له مدة محددة لانتهائه، ولكن ليس متصورا انه يكون عقد مؤبد يستغرق حياة العامل. هو قانونا اسمه غير محدد المدة، لكن هل من المتصور ان يظل العامل عبدا في هذه العلاقة العمالية طول حياته؟ وهل يتصور ان تجبر الشركة على الاحتفاظ بهذا العامل مدى حياته؟ لا يمكن، لا يمكن ان يكون عقد العمل مؤبدا. فلابد اذن من اقرار حق كل طرف من طرفي العقد غير محدد المدة في انهاء هذا العقد. لكن ايضا إذا أقرينا بحق كل طرف في إنهاء العقد وتركنا المسألة مفتوحة دون قيود، لا أصبحت العلاقة العمالية مهددة في كل لحظة، لأن إحنا لو أقرينا مبدأ إنه كل طرف في أي لحظة يشاء ينهي العمل، صاحب العمل يقول للعامل من الآن ملكش عمل، أو العامل يقول له أنا خلاص تركت العمل في أي لحظة، لن تستقر العلاقات العمالية ولن يكون هذا في مصلحة المجتمع ككل ولا في مصلحة المنشأة. لذلك قانون العمل وضع مبدأ موجزا جميلا في الفقرة الثالثة من المادة 113، ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية بناء على إرادة أحد الطرفين. يعني هذه الفقرة سطرين ولكن شديدة الأهمية وتحتاج لتأمل من بدايتها. بناء على إرادة أحد الطرفين وذلك بشرط التقيد بأحكام قانون العمل المتعلقة بالإنذار، ليس فقط أن ينذر وإنما للأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف. القواعد العامة والمبادئ الأصولية في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة مذكورة في هذه الفقرة، الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العمل. يعني يجوز إنهاءه في أي وقت بإرادة أحد الأطراف، يا إما العامل يا إما صاحب العمل على السواء. ثانيا يجوز ذلك لكن بشرط أن يتقيد الطرف الذي يرغب في الإنهاء بأمرين. الأمر الأول وهو الإنذار أو الإخطار المسبق، يعني قبل أن ينهي يخطر، وهنوضح ما هو الإخطار وما كيفيته. الأمر الثاني وهو أن يكون الإنهاء بسبب مقبول ودون تعسف، زي ما النص التشريعي الجميل قايل بوضوح شديد، للأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف. أرجو ونحن نناقش إنهاء العقد غير محدد المدة أن نظل نستحضر الفقرة الثالثة من المادة 113، لأنها أهم أساس لفهم كيفية إنهاء العقد غير محدد المدة. أول عنصر كما قلنا هو الإنذار، العنصر الثاني أن يكون السبب مقبول بغير تعسف. نبدأ بالإنذار، ما المقصود بالإنذار وما هدفه؟ الإنذار فكرته
أن الطرف الذي يرغب في إنهاء علاقة العمل يخطر الطرف الآخر بأنه في سبيله لإنهاء علاقة العمل. لماذا؟ ليستعد الطرف الذي يتم الإنهاء في مواجهته ويرتب أموره. صاحب العمل هينهي العقد ويخطر العامل ويقول له أنا هستغنى عن خدماتك بعد شهر، يبقى رتب أمورك، ابحث عن عمل آخر لدى صاحب عمل غيري. وبالمقابل العامل لو كان يرغب في الاستقالة، لو كان يرغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ينذر صاحب العمل ليرتب أمره ويبحث عن عامل آخر يقوم بعمله. إذن الإنذار قاعدة وجوبية متعلقة بالنظام العام، والقانون نص على مدة إنذار 30 يوم زي ما هنجيب النص في المادة 117، دي من المواد اللي بنشرحها اليوم. أن يكون الإنذار، يعني القانون قال يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء، قبل التاريخ الذي يرغب الطرف في أن ينهي العقد فيه بثلاثين يوما على الأقل. 30 يوما على الأقل دي تتعلق بالنظام العام، يعني لا يجوز إنقاصها، لا يجوز إنقاصها، يجوز زيادتها لمصلحة العامل لكن لا يجوز إنقاصها. وفي تفصيل بالنسبة لعمال المياومة يعني غير ذي أهمية أوي. إذن الإخطار له صيغة بمعنى أنه يجب أن يعبر بوضوح عن نية الطرف الذي يوجه الإنذار في أنه سينهي عقد العمل غير محدد المدة. إذا قال العامل لصاحب العمل أنا غير راضي عن أسلوبك في إدارة المنشأة، وإذا استمر هذا الأسلوب لن أستمر معك، هل هذا يصلح إنذار؟ هذا ليس إنذار، لأنه لا يعبر بشكل صريح عن نية الإنهاء. نفس الشيء بالنسبة لصاحب العمل، لو قال له أنا غير راضي عن أنك بتتأخر في الحضور وأنك لا تعمل ساعات العمل الإضافية اللي بكلفك بيها، وإذا استمرت على ذلك لن تستمر في المنشأة، برضو هذا ليس إنذار. لابد أن يكون فيه تعبير واضح عن نية إنهاء عقد العمل، فلا يعلق على شرط ولا يتضمن أي نصح أو تهديد. كذلك الإخطار يكون كتابي سواء من العامل أو من صاحب العمل، يعني لا يكفي أن يدعي أنه أنذر شفويا، أصلا أنا قلت له، لا ما ينفعش، لابد أن يثبت الإخطار بأحد وسائل الكتابة. ولكن القضاء توسع، وهذه مرت علينا، الإنذار أرسل برسالة بريد إلكتروني إيميل، في يعني تفصيل وتدقيق في قانون المعاملات الإلكترونية بشأن البريد الإلكتروني، إنه ما يكونش بريد إلكتروني شخصي. لو بريد إلكتروني خاص بالشركة، يعني الدومين نيم الخاص باسم الشركة ذاتها جوجل @google.com، موظف بيشتغل في جوجل فبريده في شركة جوجل أو في أي كان بقى في RTA أو في أي حاجة، هذا البريد الإلكتروني الموثق المصدق يعتبر وسيلة إثبات للإنذار لو أرسل بالبريد الإلكتروني. لو أرسلها برسالة SMS هذه أيضا طرحت على القضاء وأثبتت بالدليل بيعتد بها، وقد يكون بالبريد العادي بقى الورقي، ده الأسلوب التقليدي المعتاد، وقد يتسع ويعمل له إنذار عدلي ويذهب للكاتب العدلي ويوثق إنذار إن أنا سأنهي علاقة العمل بعد شهر سواء عامل أو صاحب عمل. المهم أن تثبت مسألة توجيه الإنذار وبصيغة واضحة تعبر عن نية إنهاء عقد العمل. المادة 118 وضعت أحكام الإنذار، قالت أن عقد العمل يظل قائما طوال مهلة الإنذار. إحنا بنفترض أن العامل يوم 1 مايو وجه إنذارا إلى صاحب العمل أن أنا سأترك العمل بعد شهر، إذن من 1 مايو إلى 31 مايو علاقة العمل قائمة طبقا لهذا النص، لم ينتهي، وبينذره ان بعد انقضاء الشهر ستنتهي علاقة العمل. خلال هذا الشهر وعامل ولا مش عامل؟ عامل، وعلاقة العمل قائمة والعقد قائم ومرتب لأثار، ويستحق العامل اجره عن هذا الشهر، شهر الانذار بيستحق اجره عنه، ويجب عليه ان يقوم بالعمل اذا كلفه او اذا طلب منه صاحب العمل القيام بالعمل. لا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار، يعني إذا تضمن عقد العمل شرط بيقول أن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل حسب إرادته في أي وقت، هذا شرط باطل. وخدوا بال حضراتكم أن هنا النص بيحظر الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار سواء لمصلحة العامل أو لصاحب العمل، يعني أي شرط في العقد يعفي من مهلة الإنذار شرط باطل ولا يعتد به. يجوز الاتفاق على زيادة المهلة، يعني نقول مهلة الإنذار تكون شهرين، يجوز الاتفاق على ذلك، وبعض عقود المناطق الحرة فيها هذا الشرط إنها 90 يوم بالنسبة للمدراء.
تفضل. في حالة ده واحد خرج إجازة وسافر بس مد يعني طلب تمديد مدة الإجازة. نعم. حق لك إنك ترفضه. ترفض له الإجازة إذا كان. بيعتبر غياب اذا اخترته بانه انا لم ارخص لك بهذه الاجازه وانت لم تبدي عذرا لحصولك عليها، تعتبر غياب اي مده لاحقه على التاريخ اللي انذرته فيه بانه يرجع لعمله، بس لابد ان تخطره برفض الاجازه. بعد كده بيعتبر غياب، واذا تجاوز 7 ايام متصله من حقك تفصله، لكن لا تفصله اثناء اجازته اللي منحتها له ورخصت له بيها. يعني هو واخد اجازه سنويه لمده شهر، ما تجيش في وسط الشهر وتبعت له انذار، لا يجوز لك انك توجه له انذار اثناء الاجازه، ولا يجوز انك تفصله اثناء الاجازه طالما انه مازال في الاجازه. انما اذا استنفد اجازته وطلب اجازه اخرى دون مبرر ودون ان يرخص له بها صاحب العمل، في هذه الحاله يعتبر غياب اذا لم يرخص له بها. تفضل. يتحسب في نهايه الخدمه، وقايل وتعتبر مده خدمه. يعني النص قايل انه علاقه عقد العمل يعتبر قائم، طالما انه قال عقد العمل يعتبر قائم ده معناه انها تحسب في مده الخدمه. يعني الناس قال صراحة يظل العقد قائما طوال مهلة الإنذار محسوب. فضلي. هي إثبات، أنا عارف أنك السؤال هيبقى على كيفية الإثبات. إذا أمكن إثبات هذه المسألة، بمعنى في صورة بيعملوها، بيعمل برينت سكرين من الشاشة اللي فيها الرسالة وبيكبرها ويطبعها ويقدمها، لم يجحدها صاحب العمل، لم ينكر ان الرساله وصلته، وبيبقى مذكور فيها تاريخ ارسالها والبيانات اللي موجوده فيها، لم يجحدها صاحب العمل ولم ينكرها، خلاص. اذا جحد بنخش بقى في مساله الاثبات الالكتروني ونستعين بخبره الكترونيه، لان لها اثار، ترك بدون انذار ولا ترك بعد الانذار، فلاهميه الموضوع ممكن نستعين بخبره ونطلب منها ان هم يطلعوا على الرسالة على الهاتف ويثبتوا فعلا انها وجهت وهل وصلت ولا لا، وممكن نستعين من شركة الاتصالات انها تقول لنا الرسالة دي ارسلت فعلا ولا لا. مدة الاختيار جزء من مدة خدمة العامل، محسوبة في مدة الخدمة. الطرفين ملزمين، العامل يؤدي العمل اذا طلب منه صاحب العمل اداء العمل، وصاحب العمل ملزم بان يؤدي له الاجر. فضل. مجرد الغياب لا يكفي انك تقول عليه غايب. ليه؟ لانه الاصل انه لا يعمل الا اذا كلفته بالعمل. يعني لابد ان تثبت ان يثبت صاحب العمل انه كلف العامل بالعمل وامتنع، في هذه الحاله ينقص من اجره، لكن لا يعد غياب لان علاقه العمل خلاص انتهت، فلا يعد غياب يبرر الفصل، ما هو انذرك اصلا بانه بينهي علاقه العمل، فما فيش مجال لمساله انك توقع عليه بقى الفصل 120. تفضلي. لا، هو الاصل انه العامل طبقا للنص العامل لا يؤدي العمل الا اذا كلفه صاحب العمل بذلك. ده يرجعنا ما هي فكره وما هي الغايه من فتره الانذار، من مهله الانذار. الغايه ان يتمكن العامل من البحث عن عمل اخر. اذا يفترض ان صاحب العمل سيمكنه من وقت، يعطيه وقتا وفرصه زمنيه انه يستطيع ان يبحث عن عمل اخر لدى منشات اخرى ويتقدم بطلبات ويجري مقابلات. فالصوره انه من فترة الانذار ان يتاح له البحث عن عمل اخر. فاذا تسامح معه صاحب العمل ولم يكلفه صراحة بالعمل، من حق العامل ان يستند الى اننا في فترة الانذار ولم اداوم لاننا لم اكلف بالعمل، ويكون ذلك صحيحا طبقا للنص. النص بيقول يؤدي العمل اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. جزاء الاخلال بواجب الاختار. سنرى ان هناك جزاءات تطبق على العامل وصاحب العمل اذا اخل اي طرف منهما بفترة الانذار وبواجب الانذار يتحمل جزاء الطرفين، وهناك جزاءات ينفرد بها العامل وحده اذا ترك العمل بدون انذار، جزاءات خطيره زي ما راينا في العقد محدد المده، العامل اللي بيفسخ العقد وصاحب العمل اللي بيفسخ العقد لغير الاسباب المحدده قانونا، قلنا صاحب العمل يتحمل بجزاء واحد هو التعويض، بينما العامل يتحمل بحزمه جزاءات. هنا ايضا العامل يتحمل بحزمه جزاءات. نبدا بالجزاء المشترك وهو بدل الانذار. بدل الانذار نصت عليه المادة 118، قالت اذا اغفل العامل او صاحب العمل، اذا اغفل العامل او صاحب العمل انذار
إذا أغفل العامل أو صاحب العمل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو أنقص مدة الإنذار، يعني المدة الإنذار القانونية شهر هو أنذره بعشرين يوم، في هذه الحالة يلزم الطرف الذي أغفل الإنذار أو أنقص مهلة الإنذار يلزم بتعويض، إما عن مهلة الإنذار كاملة إذا كان أغفل الإنذار كاملا أو عن الجزء الناقص من فترة الإنذار. هذا مؤدى المادة 118. بدل الإنذار يحسب على الأجر الكامل، أجر العامل بأكمله. إذا صاحب العمل قال للعامل يوم 1/5 أنا فصلتك بدون إنذار وبدون أي سبب، هيعتبر هذا فصلا تعسفيا بدون إنذار، وزي ما هنقول معايير التعسف بعد قليل، في هذه الحالة العامل يستحق أجر شهر على الأجر الكامل. هذا الأجر بنسميه بدل الإنذار لأنه أغفل إنذار العامل. لكن إذا أدى العامل العمل خلال شهر الإنذار وتقاضى الأجر، هل يجوز له أن يطالب ببدل إنذار؟ لا يجوز، لأنه تقاضى أجره، هو بدل الإنذار جزاء لإغفال الإنذار. لكن إذا تم الإنذار وأدى العمل وحصل على الأجر، لا مجال للقضاء له ببدل إنذار. إذا كان العامل هو الذي أنذر صاحب العمل بأنه سيترك العمل ولكنه لم يلتزم بفترة الإنذار رغم أنه كلفه بالعمل، في هذه الحالة لا يستحق العامل بدل إنذار. الأجر زي ما قلنا بدل إنذار يحسب على الأجر الكامل. طيب، المحكمة الاتحادية العليا لها حكم في تعريف بدل الإنذار، قالت أنه تعويض، يعني إذن هو ليس أجر رغم أنه بيحسب على أساس الأجر، لأن دائما الأجر مقابل العمل. بدل الإنذار ليس أجرا وإنما هو تعويض للطرف الذي تم الإنهاء في مواجهته عن فترة الإنذار، عن المباغتة التي حدثت، أنت لم تعطيني فرصة لأرتب أموري وأستعد لما يترتب على الإنهاء. أساس التعويض هو الإخلال، الطرف اللي مخل بيلزم بالتعويض عن إخلاله بواجب الإنذار. أثيرت في القضاء في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي وهنا في محكمة تمييز دبي، واختلفت فيها محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى أن استقرت مؤخرا، وهجيب لحضراتكم الحكم صادر هذا العام 19 فبراير 2013. العامل الذي ترك العمل بدون إنذار في عقد غير محدد المدة استنادا إلى الإخلال بالالتزامات أو اعتداء صاحب العمل اللي هي المادة 121، هل يستحق بدل إنذار؟ ما رأي حضراتكم، هل يستحق ولا لا يستحق؟ لا يستحق، لا يستحق. كلام سليم، لا يستحق. هذه أثارت لبس رغم أن أنتم إجاباتكم حاسمة وجيدة، إنما البعض قال أنه احنا اعتبرنا انه ترك العامل للعمل بدون انذار نتيجة اخلال صاحب العمل بالتزاماته اعتبرناه فصل تعسفي وبنلزم صاحب العمل بالتعويض رغم ان العامل هو الذي ترك، فقياسا على ذلك طالما الزمناه بتعويض عن فصل تعسفي نلزمه ايضا ببدل انذار. لكن هذا ليس منطقا صحيحا، لانه العامل هو الذي يتخذ قرار الانذار، فما الحكمة وما الغاية من ان انا طالب صاحب العمل بانذاره؟ كيف ينذره اصلا صاحب العمل اذا كان القرار سيتولى داخل العامل وهو الذي سيتخذه وهو الذي سينفذه؟ فليس منطقيا ولا متصورا على اعطاء العامل بدل انذار في هذه الحالة. المحكمة الاتحادية العليا كان حكمها واضح من سنة 2001، قال انها هذه الصورة وان كانت تعطيه الحق في التعويض اللي هي المادة 121 الا انها لا تعطيه الحق في بدل مهلة الانذار. لكن في دبي المسألة ظلت تتراوح فترة، وكان هناك حكم سنة 2005 وحكم سنة 2008 إلى أن حسمت في الحكم الأخير الصادر سنة 2013 مؤخرا. قالت صراحة لا يتصور القول بأن صاحب العمل يلتزم بتوجيه إنذار للعامل الذي فسخ العقد، ده العامل هو اللي فسخ، كيف يتصور أن صاحب العمل سيقوم بإنذاره حال أنه هو الذي بادر بفسخ العقد رغم أن ذلك ناشئ عن إخلال صاحب العمل؟ أنا بعاقب صاحب العمل على إخلاله بأن ألزمه بتعويض عن الفصل التعسفي، لكن ليس متصورا أن ألزمه ببدل إنذار. الجزاء الثاني، إحنا كنا بنتكلم عن الجزاءات المترتبة على الإخلال بواجب الإنذار، وقلنا أن الجزاء الأول بدل الإنذار يشترك فيه العامل وصاحب العمل. أي طرف ينهي العقد غير محدد المدة بدون إنذار يلزم ببدل إنذار على التفصيل الذي قلناه. الجزاء الثاني يقتصر على العامل فقط. نبدأ بقى الجزاءات التي يختص بها العامل إذا ترك العمل بدون إنذار. الجزاء الثاني هو الحرمان من بدل الأجازة. العامل يحصل على أجره عن أيام الأجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل أو ترك العمل بعد فترة الإنذار.
يبقى اذا ترك العمل بدون انذار يحرم من بدل الاجازه. نبدا بقى نشوف العامل بعقد غير محدد المده اذا ترك العمل بدون انذار هيحرم من ايه. بداهه هيحرم من التعويض لان هو اللي ترك، هيحرم من بدل الانذار، هيحرم من بدل الاجازه طبق الماده 79، سيحرم من مكافاه نهايه الخدمه. الماده 139 فقره بقى قالت اذا يحرم العامل من مكافاه الخدمه كلها اذا ترك العمل مختارا ودون انذار في غير الحالتين المنصوص عليهم في الماده 121. يعني ترك مختارا دون مبرر يحرم من المكافاه، يبقى يحرم من التعويض، من بدل انذار، من بدل الاجازه، من مكافاه نهايه الخدمه اذا ترك العمل بدون انذار. اضف الى ذلك الجزاء الشهير الماده 129 تحرمه من العمل لمدة سنة. احنا كنا قلنا المادة 128 وهي تتعلق بالعقود محددة المدة، المادة 129 تتعلق بالعقود غير محددة المدة، يحرم من العمل لمدة سنة ولو بموافقة صاحب العمل، من تحسب هذه السنة من تاريخ انقطاعه عن العمل اذا ترك العمل بدون انذار. هذا هو الجزاء الرابع الخطير الذي يترتب على ترك العامل للعمل. والمادة 130 مشتركة بين الاثنين، انه اذا وافقت وزارة العمل على منح العامل تصريح عمل يحق له ان يعمل قبل مضي سنة الحرمان. تفضل. بالنسبة للعقد المحدد الفترة مدة او غير محدد، شو الفرق بين بعض على اساس انه يكون واضح لنا يعني شوية افكار؟ كويس. في النهاية بس اللي هو مكافأة. طب بنخلص الجزء ده بالخاص بمبرر الانهاء عشان ننهي انهاء العقد، وقبل ما ننتقل لآثار انتهاء عقد العمل نوجز العقدين. خلاص، احنا قلنا انه طبقا للمادة 113 فقرة واحد هناك عنصران اساسيان في انهاء العقد غير محدد المدة. العنصر الاول هو الانذار، والعنصر الثاني هو المبرر المشروع للانهاء. لا يكفي ان ينذر العامل او صاحب العمل الطرف الاخر بالانهاء، بل لابد ان يستند الى سبب مقبول. وهنا بنكرر الفقرة الثالثة من المادة 113 اللي هي بتقول وللاسباب المقبولة للانهاء. ونجد ان المادة 117 قالت لسبب مشروع، يجوز لكل من الطرفين انهاء العقد لسبب مشروع. اذا المادة 113 بتقول للاسباب المقبولة لانهاء العقد دون تعسف، والمادة 117 بتقول لسبب مشروع. هذا يدل على ماذا؟ انها ليست اسبابا محصورة، ليست اسبابا محددة، يجوز لاي طرف ان ينهي عقد العمل لاي مبرر مشروع. من يقدر؟ اذا حدث خلاف يبقى المحكمة، اذا حدث خلاف يبقى القضاء هو الذي يقدر ما اذا كان هذا الانهاء بمبرر مشروع من عدمه. وغالبا بيبقى مقطع النزاع في القضايا العمالية هو سبب الانهاء اذا كان الفصل بمبرر مشروع او بدون مبرر مشروع، وما اذا كان العامل ترك مختارا او ترك بمبرر مشروع. نبدأ بالانهاء من جانب العامل. نجد انه من المتصور ان يستقيل العامل. هذا المصطلح لا وجود له في قانون العمل، لا يوجد في مواد قانون العمل باكملها اي نص يتحدث عن استقالة العامل، ولكن القضاء استخدم هذا المصطلح الاستقالة، وقالت محكمة التمييز في أحكام عديدة، ده مجرد مثال منها، أنه يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل أن يستقيل من عمله، وتكون هذه الاستقالة بمثابة إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة، وتنتج آثارها بمجرد تقديمه. يعني علاقة العمل تنتهي بمجرد تقديم الاستقالة، لا تكون معلقة على قبول أو موافقة صاحب العمل. يعني في أحوال يجي صاحب العمل يقول لك أنا أصلا رفضت الاستقالة، لا، العامل بينهي بإرادته المنفردة بشرط أن يلتزم بالإنذار، بشرط أن يلتزم بالإنذار، ويترتب على الاستقالة انتهاء علاقة العمل. إذا قدمت الاستقالة وتسلمها صاحب العمل، لا يحق للعامل أن يعدل عنها، لا يحق له أن يجبر صاحب العمل يقول أنا رجعت في كلامي أنا عايز استمر في العمل، لا، أنت قدمت استقالة انتهت العلاقة. يعني بتقديم الاستقالة تنتهي علاقة العمل. طول كتابيا، حتى لو كتابيا، ما هي بتكون كتابية. يعني مرة ثانية كتابيا أنا أرجع للدوام خلاص. لا، هنا تخضع المسألة لقبول ورضاء صاحب العمل، لكن لا يجبر. هي الفكرة كلها أنه متى أبدى العامل رغبته في إنهاء علاقة العمل وأبداها كتابة معبرا بشكل صريح أن أنا آخر يوم عمل لي سيكون يوم كذا وأشكركم على كذا،
انتهت العلاقة، زي ما بيجي في خطابات الاستقالة تنتهي علاقة العمل، ولا يجوز له أن يجبر صاحب العمل على قبوله من جديد عاملا لديه. لكن إذا سمح له صاحب العمل، هذه الصورة عرضت وشفناها في القضاء، إنه العامل بعد أن قدم استقالته وجدنا أنه استمر في العمل وحصل على راتب شهر واثنين وثلاثة واربعة وبيؤدي عمله تلقائيا، ثم فصله صاحب العمل. هنا يجي صاحب العمل وادعى قال إنه العامل ده كان مستقيل من أربع شهور. لا معلش، ما هو استقال من أربع شهور وأنت تركته يعمل لديك بعد الاستقالة، فاعتبر ذلك عدولا ضمنيا من الطرفين، عدول ضمني من العامل عن استقالتي وعدول منك كصاحب عمل عن قبولها، وأصبحت علاقة العمل استأنفت سيرها من جديد. فصلك للعامل لابد أن يكون بمبرر مشروع، وكان طبعا فصله بدون مبرر وألزم بالتعويض طالما إنه سمح له بالاستمرار. معيار المبرر المشروع لابد أن نعود فيه إلى النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الواردة في قانون المعاملات المدنية، وسنجد ثلاث مواد أكثر من رائعة في قانون المعاملات المدنية بتحدد معيار التعسف. المادة 104 بتقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر. من استعمل الحق طبقا للقانون وللشرع لا يلزم بضمان أي تعويض أي ضرر ينشأ عن استعمال الحق، هذا منطقي. المادة 105 الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، وكلام ثقيل بس بتأمله كلام في منتهى الجمال. والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. إذا وجد صاحب العمل أن المنشأة في خطر جسيم وأنها أن راتب العامل ده لوحده 100,000 درهم واقتصاديات المنشأة في خطر شديد وبحاجة إلى 100,000 درهم اللي بيتقاضاها العامل، وأنه ممكن يجد عامل آخر يحصل على 10,000 يؤدي نفس العمل، إذا ثبت ذلك كله للمحكمة سنعتبر أن الفصل مبرر المشروع، لأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. الضرر الذي لحق بالعامل هو ضرر أخف من الخراب الذي كان سيصيب المنشأة وكل عمالها. شفتوا قد إيه المادة 105 مواد قانون المعاملات المدنية شديدة الأهمية وتجد لها تطبيقات في الواقع. لكن من استعمل الحق استعمالا غير مشروع هو الذي يجب عليه الضمان، هو الذي يلزم بالتعويض بقى. إذا نشأ عن استعماله لحقه ضرر بالغير يلزم بالتعويض. والفقرة الثانية من المادة 106 حددت صور الاستعمال غير المشروع. إذا كان استعمال الحق بقصد التعدي بقصد الضرر، يعني صاحب العمل عارف ان العامل لديه مثلا حصل على قروض واشترى سيارة واشترى منزل ومدين لبنوك ويقصد الاضرار به بفصله لخلاف بينهما لأي سبب من الاسباب، في هذه الحالة الفصل تعسفي ويلزم بالضمان ويلزم بالتعويض. او انه قصد مصلحة مخالفة للشرع، في هذه الحالة لن يكون الفصل صحيحا وسيكون متعسفا فيه. او انه مصلحة لا تتناسب مع الضرر، هو يقصد مصلحة ضئيلة، فرق اللي مثلا المنفعة اللي هتعود على المنشأة من فصل العامل لا يعادل ما سيصيب العامل من ضرر، في هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بالتعويض للعامل، لاننا نكون بصدد تعسف في استعمال الحق. وطبقت محكمة تمييز دبي هذا المعيار اللي نصت عليه المواد 104 و105 و106 من قانون المعاملات المدنية في انهاء العقود، انه صاحب العمل اذا استعمل حقه في انهاء عقد العمل بغير تعسف لا يلزم باي ضمان ولا باي تعويض. يجب ان يكون واضحا ان هناك فصل طبقا للمادة 120 باحدى حالتها وله اثار، هي حرمان العامل من المكافأة وبدون انذار، لكن هناك فصل او فسخ طبقا لاي مبرر مشروع، وهذا يشترط فيه الانذار والمبرر المشروع فقط لغير اي مبرر مشروع خارج نطاق المادة 120. لكن هذا الفصل لا يحرم العامل من حقه في مكافأة نهاية الخدمة، لا يحرمه من حقه في بدل الانذار. اعتبرت المادة 122 من قانون العمل انهاء خدمة العامل انهاء تعسفي اذا كان سبب الانهاء اللي بيستند اليه صاحب العمل لا يمت للعمل بصلة، او انه العامل تقدم بشكوى او اقام دعوة على صاحب العمل وثبت صحتها، اذا استند صاحب العمل لشيء من ذلك يعتبر الانهاء تعسفي. يعني هذه قرائن قانونية منصوص عليها قانونا على التعسف، ليست حصرا لحالات التعسف، لان المحكمة تملك تقدير ما اذا كان هناك تعسف في قرار الانهاء من عدمه، ولكن المادة 122 ارادت ان تضع لنا معيارا للتعسف من جانب صاحب العمل. في كل الاحوال التي يدعي فيها العامل
أن الفصل قد وقع تعسفيا يجب عليه عبء الإثبات. ولكن هنا في نقطة مهمة، شوف حضراتكم اللي قالته محكمة التمييز، وهذا القضاء مستقر، والاتحادية العليا ونقض أبو ظبي أيلاه ومستقر، أنه متى أدى صاحب العمل سببا لإناء خدمة العامل لديه يفترض بمجرد أن يبدي هذا السبب أن الإنهاء قد وقع بسبب مشروع. يعني هو يقول أنا فصلت العامل لأن هذا العامل أخل بواجباته، مفيش تحقيق مفيش تنبيه، أخل بواجباته إخلالا جسيما وسبب للمنشأة ضررا جسيما. يكفي أن يفصح صاحب العمل عن السبب. من الذي يثبت عدم صحة السبب؟ العامل. العامل هو الذي يثبت عدم صحة السبب. القاعدة العامة في عبء الإثبات أن من يدعي التعسف يقع عليه عبء إثباته. العامل هنا يدعي التعسف، صاحب العمل أفصح عن سبب، وعلى العامل أن يدعي أن يثبت ما يدعيه من تعسف. إذن إفصاح صاحب العمل عن سبب الفصل يكفيه، وعلى العامل هو أن يثبت التعسف. هنا بنشير لنقطة مهمة، أن صاحب العمل بالخيار بين أنه يفصل العامل وفقا للمادة 120 بشرط أن يتقيد بإجراءاتها وضوابطها. يعني مثلا بيستند للإخلال بالواجبات، لابد أن يلتزم بالتحقيق والتنبيه وتكرار الخطأ، أو بيستند إلى خسارة مادية جسيمة يشترط أن يكون قد أبلغ دائرة العمل خلال يومين. إذا اختار أن يستند للمادة 120 يجب أن يتقيد بحالتها، لكن من حقه أن يختار أن يفصل العامل لسبب آخر. ما الفارق بين الفصل طبقا للمادة 120 أو الفارق لأي سبب مشروع؟ الفارق في الأثر. ما أثر الفصل وفقا للمادة 120؟ الإنذار. وماذا أيضا يحرم؟ بيحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة. إذا فصل وفقا للمادة 120 العامل يحرم من مكافأة نهاية الخدمة، إنما إذا فصله لأي سبب مشروع لا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة. إذا صاحب العمل هو الذي يقرر ويختار. إذا اختار أن يفصله وفقا للمادة 120 وتوافرت حالتها يحرم من بدل مهلة الإنذار، ويحرم من التعويض، ويحرم من المكافأة متى تحققت الحالات. لكن إذا لم يستند للمادة 120 لعدم توافر حالتها واستند لسبب آخر، في هذه الحالة كل ما في الأمر أنه إذا تحقق أن الفصل بمبرر المشروع لا يستحق العامل تعويضا، لكن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، يحصل على بدل إنذار إذا لم يكن قد تم إنذاره. خدنا بالنا من مسألة الخيار لصاحب العمل. طيب إذا أصدر صاحب العمل قرار نخطركم بأنه تم الاستغناء عن خدماتكم اعتبارا من الغد أو اعتبارا من اليوم فقط لغير، ودون أن يفصح عن سبب، هنا لا يمكن أن نقول أن على العامل أن يثبت التعسف. يثبت ماذا؟ هو أصلا ما فيش مبرر، لم يفصح عن مبرر. يبقى إذا صاحب العمل لم يفصح عن المبرر الذي استند إليه، في هذه الحالة عدم الإفصاح دون أن يفصح عن سبب المشروع لذلك عد ذلك قرينة على التعسف. يعني مجرد الفصل دون إبداء سبب هو قرينة على التعسف في استعمال الحق، ويقضى للعامل تلقائيا بتعويض. يعني احنا مجرد ما نطلع على كتاب الفصل إذا وجدناه خلا من مبرر للفصل بنعتبره فصل تعسفي، ويقع على صاحب العمل هنا عبء الإثبات لأنه لم يفصح أصلا عن سبب. يبقى إذن عليه في الدعوة بقى أن يفصح عن السبب وأن يثبته، خلاص، خلافا لما قلناه مسبقا من انه يكفيه ان يفصح عن سبب ويقع على العامل عبء الاثبات. القاعده العامه ان من يدعي التعسف عليه عبء اثباته، نتفق على هذه القاعده. يعني العامل اللي بيقول انا فصلت تعسفيا هو المطالب باثبات التعسف واثبات الضرر، لكن يستثنى من ذلك هذه الحاله ان صاحب العمل لم يفصح، ويستثنى ايضا حاله الفصل لاسباب لمبرر غير جدي. يعني نجد ان المبرر اللي استند اليه صاحب العمل كلام مرسل لا يمكن قبوله عقلا، كلام غير جدي، لا يوجد واقع محددة. يقول اصل العامل لاحظت انه يثير مشاكل مع بعض العملاء، كلام مرسل مفيش واقع محددة، مفيش اثبات، مفيش اي دليل عليها. في هذه الحالة اذا رأت المحكمة عدم جدية المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل فانها تقضي باعتبار ان الفصل تعسفي، لانه عدم جدية المبرر تعفي العامل من اثبات التعسف. المبرر اصلا اذا لم يفصح عنه نعتبر بصدد التعسف. طب اذا افصح عن مبرر غير جدي ايضا نعتبر انه تعسف لانه لم يكن هناك مبرر جدي للفصل.
إذا كان الفصل لأسباب اقتصادية، صاحب العمل في رسالة الفصل قال له أنا بفصلك لأنه المنشأة تتعرض لخسائر ونحن بإصادة إعادة هيكلة واستغناء عن بعض الوظائف، هذه صورة موجودة. خلافا للقاعدة العامة، احنا قلنا القاعدة العامة إيه؟ إذا أفصح صاحب العمل عن مبرر على العامل الإثبات، لكن هنا صاحب العمل بيفصح عن مبرر وهو الذي يطالب بالإثبات لأنه بيستند لأسباب اقتصادية. هل يستطيع العامل أن يثبت أن المنشأة ليست خاسرة؟ لا، صاحب العمل هو اللي يثبت أن منشأته خاسرة وأنه بصدد إعادة هيكل. يعني الفصل لأسباب اقتصادية هو استثناء على القاعدة العامة، الفصل لأسباب اقتصادية استثناء على القاعدة العامة، وهو أنه صاحب العمل يفصح عن السبب ويطالب بإثباته، فإذا لم يثبته اعتبر الفصل تعسفية. والفصل لأسباب اقتصادية بشكل خاص بيتكرر، وفترة 2008 و2009 و2010 فترة الأزمة المالية تكررت هذه الحالات كثيرا، لكن المشكلة أن المنشآت لا تدرك مبادئ القضاء، فتجد أنها تقول والله ظروف الأزمة. طب هذا كلام مرسل، هي ظروف الأزمة، اثبت لي أنك تعرضت لخسائر حقيقية وأجريت إعادة هيكلة فعلا واستغنيت عن عدد من الوظائف وفي إطار ذلك استغنيت عن المدعي العامل. أما وإنك تقول لي كلام مرسل أن هناك أزمة مالية، هذا معلوم للكف، لابد أن تثبت صحة المبرر طالما أنك كصاحب عمل استندت إلى أسباب اقتصادية. طيب إذا تبين أن الفصل تعسفي، صاحب العمل لم يستند لمبرر مشروع، أو استند لمبرر تبين للمحكمة عدم جديته، أو استند لمبرر وأثبت العامل عدم صحة ذلك المبرر، في كل هذه الحالات يلزم صاحب العمل بالتعويض. نصت عليه المادة 123 من قانون العمل، قالت انه يلزم بدفع تعويض للعامل المفصول. المحكمة تقدر هذا التعويض، هنا بقى تقدير المحكمة، كان حضرتك سألتني عن التعويض مرة شهر ومرة شهرين، هنا التعويض بقى تقدير المحكمة بيظهر. المحكمة لابد انها تستظهر الاضرار التي لحقت بالعامل، بتنظر لمدة خدمة العامل، نوع عمله، مقدار اجره، وعلى ضوء ذلك كله تقديله بالتعويض بما لا يجاوز اجر 3 أشهر. يعني الحد الأقصى للتعويض الذي يستحقه العامل مهما كانت مدة خدمته ومهما كانت الأضرار التي لحقت به هو أجر 3 أشهر، لكن يصح أن يقل. في أحوال العامل بيكون اشتغل شهرين ثلاثة وفصل في فترة التجربة ملوش تعويض أصلا، اشتغل سنة، في هذه الحالة بنقضيله بشهر. اللي بقى مدة خدمة طويلة 3 سنوات و4 سنوات وأكثر بنديله الحد الأقصى، هنا تجد التعويضات تختلف. بينما في العقد محدد المدة، طالما أن المدة المتبقية من العقد 3 أشهر فأكثر هياخد 3 أشهر، هنا المسألة تخضع لتقدير المحكمة. يعني في العقد محدد المدة متصور أن العامل يشتغل 4 شهور إذا كان عقده ما فيش فيه فترة تجربة مثلا، ويحصل على تعويض 3 شهور أجر 3 أشهر، وزميله في نفس المنشأة اللي بعقد غير محدد المدة واشتغل 2 سنين وياخد تعويض يعادل شهرين، الاثنين فصلوا في يوم واحد ولكن هذا عقده محدد ومدة خدمته 6 شهور وهذا عقده غير محدد ومدة خدمته 2 سنين، اللي عقده محدد بمدة خدمة 6 شهور ياخد 3 شهور تعويض لان المدة المتبقية من العقد تجاوز 3 أشهر، والعامل اللي بعقد غير محدد المدة واشتغل 2 سنين يحصل على تعويض 1 أو 2 شهر حسب تقدير المحكمة. ليه؟ لانه عقد غير محدد. ادي من اوجه الاختلاف بين العقد المحدد والعقد غير محدد المدة. فضل. أيوة. ده المادة 120 فيها نص انه اذا فصل العامل اثناء فترة التجربة، هذه من الحالات التي يجوز فصل العامل فيها دون انذار ودون مكافأة نهاية خدمة، دون ما اصلا مدة الخدمة، لان فترة التجربة لا تجاوز 6 أشهر باي حال من الاحوال، لا تجاوز 6 أشهر. بطبيعة الحال المكافأة زي ما هقول لكم زميلنا الحلقة القادمة إن شاء الله، إنها المكافأة لا تستحق لمن تقل مدة خدمته عن 1 سنة متواصلة، ففي هذه الحالة لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة ولا يستحق تعويضا لأن الفصل وقع في فترة التجربة. فضل. إحنا لسه قدامنا نقاط كثيرة وعايزين نخلصها، لأن ما أحبش إن أنا أمشي من غير ما أخلص الجزء اللي تعهدت بإن أنا أقول، فأنتوا قاعدين. فضل. القانون بيقول لا يجوز ان تقل عن 30 يوما.
لا تقل عن 30. فإذا أنقص المدة يلزم بتعويض. لو المدة 27 ويعني لو أنذر ب 27 يوم فقط يدفع بدل إنذار 3 أيام. مدة فترة التجربة. نعم. يستوي أن تكون 3 أيام. لا، فترة التجربة يجوز الاتفاق على ما يشاء بشرط ألا تجاوز 6 أشهر. يجوز أن تكون 3 أيام، يجوز أن تكون يوم واحد. يجوز. بعد 6 شهور. لا. لا تجاوز 6 أشهر بأي حال من الأحوال ولا بساعة واحدة، لكن يجوز أن تقل 5 أشهر 4 أشهر أسبوع 3 أيام يوم واحد بدون فترة تجربة. كل هذا جائز لأنه الإنقاص لفترة التجربة هو في مصلحة العامل، فكل إنقاص كل مخالفة لقانون العمل لمصلحة العامل جائزة. بتصور أحيانا في القضايا أنه العامل يقول أنا فصلت تعسفيا ودون أي مبرر مشروع، رجعوني لعملي. هذا الكلام بنشوفه أحيانا، أعيدوني لعملي. بنرد عليه بهذا الكلام: الإنهاء من جانب أي طرف يترتب عليه انفصام الرابطة العقدية، انفصام بمعنى قطع العلاقة بين الطرفين، والساقط لا يعود، علاقة العمل انتهت، لن تعود، أنت فصلت، لا يمكن أن أجبر صاحب العمل على إعادتك للعمل. فدائما بنقول أنه الإنهاء من جانب صاحب العمل بالإرادة المنفردة يترتب على انتهاء العلاقة ولا مجال لإعادة العامل لعمله. كل ما في الأمر أنه إذا كان هناك تعسف بيقضى بالتعويض. كذلك نادرا ما يصار أنه صاحب العمل يقول للعامل ده استقال وأنا محتاجه في العمل، رجعه للعمل. برضو بنقول لا يجبر العامل المستقيل، لا يجبر، إذا حصل اتفاق خلاص، لكن لا يجبر العامل المستقيل على الاستمرار في العمل. بشكل سريع لأن طبعا وقتنا قرب الانتهاء، سؤالك: الفرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة. قلنا ان العقد محدد المدة لابد له من نطاق زمني ينتهي بانتهائه. العقد غير المحدد ليس له نطاق زمني ينتهي بانتهائه. العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته تلقائيا دون اي احقية لاي طرف في اي تعويض. بينما العقد غير محدد المدة ليس له تاريخ لانتهائه، فلابد لكي ينتهي من توافر إما إحدى حالات المادة 120 إذا كان الإنهاء من جانب العامل من جانب صاحب العمل، أو المادة 121 إذا كان الإنهاء من جانب العامل. ولا بد إذا كان الإنهاء لمبرر مشروع لابد أن يكون هناك إنذار وأن يتوافر المبرر المشروع. قلنا إنه العقد محدد المدة إذا فسخه صاحب العمل قبل انتهاء مدته يلزم بتعويض يعادل أجر العامل عن 3 أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر. في العقد غير محدد المدة إذا فسخه صاحب العمل بدون سبب يعني فصل تعسفي يلزم بتعويض لا يجاوز أجر 3 أشهر تقدره المحكمة بحسب ظروف العمل ومدة الخدمة. يترتب على فسخ العامل للعقد محدد المدة التزامه بتعويض نصف شهر عن 3 أشهر يعني شهر ونصف، أو يقل عن ذلك إذا كانت المدة المتبقية من العقد تقل عن 3 أشهر. ويحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل بدون إنذار إذا كانت مدة خدمته أقل من 5 سنوات. العقد غير محدد المدة فيه حرمان من المكافأة إذا فصل العامل وفقا للمادة 120 أو إذا ترك العامل العمل دون إنذار، يحرم من المكافأة في هاتين الحالتين. بينما إذا فصل بمبرر مشروع يحرم من التعويض ولا يحرم من المكافأة. العقد محدد المدة إذا فسخه العامل بيوقع عليه جزاء الحرمان وفقا للمادة 128 إذا كان الفسخ لغير مبرر مشروع، إذا انقطع عن العمل لغير مبرر مشروع يوقع عليه جزاء الحرمان لمدة سنة. بينما العامل بعقد غير محدد المدة يوقع عليه جزاء الحرمان ولكن استنادا للمادة 129. أوكي، ننتقل الآن آخر نقطة في موضوعنا. تفضل تفضل. اذا في حاله العامل هل يعتبر فسخ العقد في حال نقدم شكوى على صاحب العمل وبالتالي جلس في البيت؟ لا يعتبر كده انقطع. خلاص انقطع. وغالبا اصل الشكوى فيها صيغه، الشكوى العماليه فيها صيغه تاريخ نهايه العمل، فاذا ذكر هو تاريخ لنهايه العمل فكانه اقر وفيها سبب انتهاء علاقه العمل، لابد يكتبه في الشكوى العماليه. فاذا كتب ذلك في الشكوى العماليه يتقيد بما اورده، ده اقرار منه بأن علاقة العمل انتهت بالتاريخ الفلاني للسبب الفلاني، فأفصح خلاص. يعتبر فسخ. يعتبر انه حسب بقى، ما افرض قال لك فصلت، افرض قال لك تركت العمل لان ليا رواتب 6 اشهر، حسب الحالة اللي بيستند اليها. يترتب على انتهاء عقد العمل عدة آثار نناقشها الآن بشكل سريع ولن تثير مشاكل كثيرة الا بعض النقاط.
شهادة نهاية الخدمة اللي هي بتسموها شهادة الخبرة، ده التسمية الشائعة لها، اسمها في القانون شهادة نهاية الخدمة. نفقات عودة العامل إلى موطنه بيصور أحيانا مشاكل حول حق العامل في الاحتفاظ بالسكن العمالي لحين حصوله على مستحقاته، وبيصور أحيانا دعاوى كثيرة بشأن المنافسة، عدم منافسة العامل لصاحب العمل. والأثر الخامس اللي هو مكافأة نهاية الخدمة، هذا متروك للحلقة النقاشية القادمة إن شاء الله. إذن نحن سنتناول الأربع أثار الأولى، ونبدأ بأول أثر وهو شهادة نهاية الخدمة. نصت عليه المادة 125 وقالت إن صاحب العمل ملزم عند نهاية علاقة العمل وبناء على طلب العامل بأن يعطيه شهادة يبين فيها نوع عمله ومتى بدأ العمل ومقدار أجره بكافة ملحقاته إن وجدت، كذلك يرد إليه ما تسلمه منه أوراق. يعني لو العامل سلم صاحب العمل شهادة التخرج أو شهادة نهاية خدمة عند صاحب عمل سابق أو أي شهادات أخرى أو أوراق أخرى، يجب على صاحب العمل أن يردها إليه، وهذا موجود في قانون المعاملات المدنية. ما هو؟ دي مش مستندة بقى المادة 125، دي مستندة انه صاحب العمل، انه العامل يجب قبل انهاء خدمته ان يخلي ذمته ويبرئ ذمته من اي مستحقات للشركة لديه. فهنا من حق الشركة اذا اقام العامل عليها دعوة عمالية ان تطالبه بان يرد ما لديه من مستندات، من متعلقات، من اجهزة، هذا كله متصور. الاثر الثاني هو نفقات عودة العامل الى موطنه، نصت عليه المادة 131 وبإجازة، هي بتقول انه صاحب العمل يتحمل نفقات عودة العامل الى الجهة التي استقدمه منها، وهذا النص ينطبق على العامل غير المواطن. يعني العامل المواطن لا مجال لبحث المسألة بالنسبة اليه، العامل غير المواطن يفترض ان صاحب العمل استقدمه من خارج الدولة، فاذا كان تعاقد معه داخل الدولة لا مجال لتطبيق هذا النص، يعني لا يلزم بنفقات عودته. اذا كان لم يستقدمه من خارج الدولة لا مجال لتطبيق هذا النص. يتحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو أي مكان آخر يتفق عليه. افرض يعني الحالة دي بدأنا نشوفها دلوقتي سوريا، يعني نسأل الله أن يفك كربها، العامل السوري مش عايز يرجع سوريا للظروف اللي فيها، فإذا كان في اتفاق على ذلك أنه يعيده مثلا للأردن أو لدولة أخرى متصور أن يحدث ذلك أو بالتراضي، لكن كإلزام قانوني هو يعيده للجهة التي استقدمه منها. فضل لسه هقول لحضرتك الفقرة اللي جاية على طول. وإذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر، يعني نقلت كفالته إلى صاحب عمل آخر، يسقط التزام صاحب العمل الأصلي وينتقل هذا الالتزام إلى صاحب العمل الجديد. بانتهاء علاقة العمل الجديدة صاحب العمل الجديد هو الذي يتحمل بنفقات العودة ويسقط التزام صاحب العمل الأصلي. طيب إذا امتنع صاحب العمل عن الوفاء بمصروفات ترحيل للعامل، هنا وضع القانون نص انه الجهة المختصة اللي هي دائرة العمل تلزم صاحب العمل بنفقات ترحيل العامل، بمعنى انها ممكن تدفع هي وتسفر العامل الى دولته ثم ترجع على صاحب العمل بطريق الحجز على منقولاته وعلى متعلقاته استيفاء للمبلغ اللي دفعته. الهدف من هذا النص انه لو تكرر حالات انه عمال انتهت خدماتهم ليس لهم مورد ومتروكين في الدولة بدون عمل وبدون مورد رزق ولا يعودوا لبلادهم، شيء خطير جدا على الامن الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ولذلك وضع هذا النص. بمجرد ما ينتهي عقد العمل يجب على صاحب العمل ان يرحل العامل الى دولته، الا اذا كان هناك قضية عمالية طبعا، فلابد ان تسوى القضية العمالية تماما قبل الغاء الاقامة. وفي النص ايضا بند بيتحدث انه اذا كان لدى العامل ما يكفي لنفقات ترحيله يتحمل العامل بهذه النفقات إذا كان سبب الإنهاء راجع إليه. يعني العامل مستقيل، إذا كان العامل مستقيل أنا علاقة العمل بالاستقالة، في هذه الحالة إذا أثبت صاحب العمل أن لديه ما يكفي لترحيله، يعني قيمة تذكرة السفر، في هذه الحالة يحمله بهذه القيمة. طيب أثير أنه المحكمة قضت للعامل ببدل أجازة وبمكافأة نهاية خدمة وتعويض فصل مبالغ مثلا طلع 40,000، فصاحب العمل استأنف وقال طبعا ده أنتوا قضيتوا للعامل ب 40,000 درهم، ليه عايزين تحملولي بتذكرة العودة اللي قيمتها 1,000 درهم ولا 2,000 درهم؟ بنطق برضو. لكن اترد على هذا الموضوع في القضاء، محكمة التمييز ردت عليه وقالت له هو فعلا قضي له بمستحقاته، لكن هل تسلمها؟ هل أدتها له؟
يفترض ان لسه لم تؤديها، فطالما ان لم يثبت انك اعطيته هذا المبلغ يبقى تلتزم ايضا بنفقات ترحيله وتلزم بقيمة تذكرة عودته. طب مش سامع، في حالة اعطاه جزء من المستحقات، هو هنا عرضت برضه على محكمة التمييز، اذا كان اعطاه جزء منها، قالت محكمة التمييز اذا كان اعطاه جزء منها لم يثبت ان العامل ما زال يحتفظ به. هو انا جايب لحضراتكم حكم محكمة التمييز اهو، اجابت على السؤالين اللي طرحناهم، قالت انه مجرد الحكم ليه بمبلغ لا يكفي لان للدلالة ان العامل حصل عليه، وطالما لم يحصل عليه يستحق بدل الترحيل او قيمة التذكرة. كذلك انه كون دفعت له جزء من رواتبه المتأخرة او جزء من مستحقاته اثناء نظر الدعوة، هذا ايضا لا يكفي لانه لم يثبت ان المبلغ ما زال بحوزته. في حالة انه اعطاه كامل مستحقاته، في هذه الحالة لا، ممكن ان يتمسك بان العامل لديه ما يفي بنفقات ترحيله، بس بشرط ان يكون سبب الانهاء راجع للعامل، يعني هذا وحده، هذا يصار في العمل المستقيل فقط. لكن اذا كان الانهاء راجع لصاحب العمل هو اللي فصل العامل، هو ملزم بقيمة التذكرة ولا مجال لبحث هذه المسألة. وهنا نجد انه برضو وزارة العمل في عقود العمل الخاصة بها، العقود العمل الرسمية الصادرة من وزارة العمل، فيها بند، البند 3، يتحمل صاحب العمل بنفقات بتذكرة سفر العامل وعودته، بحيث انه حتى اذا كان العامل مستقيل ولديه ما يفي بنفقات ترحيله، هذا البند كافي جدا لإلزام صاحب العمل بقيمة التذكرة. لا يتحمل صاحب العمل نفقات شحن أمتعة العامل ولا سفر أسرته إلا إذا كان هناك اتفاق صريح على ذلك في عقد العمل، لأن أحيانا نجد أن العامل بيطالب بنفقات سفر أسرته، هو فعلا استقدم أسرته بموافقة صاحب العمل، ولكن لم ينص في العقد على أن يلتزم صاحب العمل عند انتهاء العقد بنفقات سفر أسرة العامل، في هذه الحالة لا يلزم بها، يعني يشترط أن ينص عليها في العقد. أسير نفقات شحن جثمان العامل المتوفي، والعياذ بالله، إذا توفى العامل أثناء قيام علاقة العمل، ليس في قانون العمل نص على تحمل صاحب العمل نفقات شحن الجثمان إلى دولته أو إلى موطنه، ولكن القضاء اجتهد اجتهادا صائبا وقال أنه من باب أولى إذا تحمل نفقات عودته حيا إلى موطنه، فمن باب أولى أن يتحمل نفقات عودة جثمانه مكرما إلى موطنه.